قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. في حي الفتح بوجدة عند واجهة محل يبيع اللعب، توقفت ياسمين ذات العشر سنوات، جالت بنظرها فيما هو معروض، ثم توقفت عند دمية تبدو كطفلة حقيقية. كانت الدمية ذات الشعر الأشقر تنظر إلى ياسمين بعينين زرقاوين زرقة السماء في يوم صحو لا تشوبه غيمة. ولعل الصغيرة اقتنعت بأن الدمية تنظر إليها، وقد تكون تصورت أنها تكلمها، فتوكأت بمرفقيها على الحاجز الحديدي الذي وضعه صاحب المحل ليمنع الجلوس على حافة واجهة متجره. لم تعد تعير كبير اهتمام لما يجري في الشارع، ولا هي تكترث لمن يدخلون المحل الذي يعرف رواجا باقتراب عاشوراء. الدمية الشقراء تنظر إليها بتركيز جعلها تحاكيها وتثبت مكانها بلا أدنى حركة، ثم بدأت تحكي لها لما لم يعد لديها شك في أنها تصغي إليها باهتمام لم تجده عند آخرين. نادتها شيماء دون أن تعلم سببا لاختيارها ذلك الاسم، ثم إن أي أحد لم يسألها ولن يسألها أحد عن اختيارها هذا الاسم. هي الآن صديقتها، ولها أن تسميها كما تريد وأن تحدثها كما تشاء. قالت لها، وقد صار يقينا لديها الآن أنها تنصت إليها، لقد بحثت عنك طويلا وأنا سعيدة الآن إذ وجدتك. ابتسمت ياسمين ووصلت حديثها لشيماء الدمية. قالت، سوف أخرجك من قفص الزجاج الذي أنت فيه، وسننطلق معا، سنجري معا، وسنلعب سويا، أنا أحبك. الدمية تنظر إليها بغير ما كلل بعينيها الزرقاوين، قد لا تكون الطفلة انتبهت إلى ما يجري داخل المتجر. أعجبتها ملابس شيماء، وكم ودت لو أن لها مثل تلك الملابس الجديدة والأنيقة. قالت لها، ملابسك جميلة. ثم رأت خلفية الواجهة الزجاجية حيث ثبتت دمى صغيرة ولعب أخرى تنفتح، وظهر وجه رجل ذي شاربين كبيرين وبجانبه وجه طفلة قدرت أنها في مثل عمرها، وقد تدلت ضفيرتاها على جانبي وجهها. أشارت الطفلة إلى الدمية تلك التي تناديها ياسمين شيماء. من الفتحة مد الرجل ذو الشاربين الكبيرين يده وأمسك الدمية من كتفها. توقعت ياسمين أن تلتفت شيماء إلى ذاك الذي أمسك بها، ولكنها لم تلتفت. رفعتها يد الرجل وظلت كما كانت، ظلت تنظر إلى ياسمين وهي تسحب إلى داخل المتجر. قبل أن تختفي رأت ياسمين تلك الطفلة التي أشارت إليها وهي تقفز فرحا، ثم أعيد إغلاق خلفية الواجهة وعادت تلك الدمى الصغيرة تنظر إلى الشارع. ابتعدت ياسمين عن الواجهة الزجاجية وعيناها تدمعان. غير بعيد أسندت ظهرها إلى جذع شجرة غير مثمرة، ظل نظرها شاخصا إلى متجر اللعب. ثم رأت تلك الطفلة التي قدرت أن تكون في مثل عمرها تخرج من المتجر برفقة والدتها. كانت تعانق شيماء الدمية، همت بالإسراع نحوها وخطفها من تلك الطفلة التي تحملها. ترددت قليلا، ثم إنها لم تستطع صبرا، تركت جذع الشجرة. خطواتها الأولى كانت متباطئة، ولما همت بالجري رأت الطفلة وأمها ومعهما شيماء تركبان سيارة كانت مركونة غير بعيد. أسرعت الخطو، ولما صارت بمحاذاة السيارة رأت وجه شيماء ينظر إليها من خلف زجاج السيارة. كانت تلك الطفلة تحتضنها، لم تشأ أن تقترب، ظلت تنظر إلى الدمية وهي تبكي. ثم لما تحركت السيارة لوحت لها مودعة. لم ترد الدمية، وردت الطفلة التي تحملها، فقد حسبت أن ياسمين لوحت لها. عادت أدراجها، ألقت بنظرة إلى واجهة محل بيع اللعب. مكان شيماء فارغ، لم تبتعد كثيرا عن ذلك المتجر. الساعة تقترب من السادسة مساء، عليها أن تعود إلى المنزل. أحست بشخص ما يمسك بها من كتفها، التفتت مذعورة
فوقع بصرها على وجه خيل إليها أنها رأته من قبل، وما لبثت أن تذكرته. هو الوجه نفسه الذي أطل من خلفية الواجهة الزجاجية للمحل التجاري. تذكرته لما انتبهت إلى الشاربين الكبيرين، وقد ظنت أن الرجل، وقد عرفت أنه صاحب محل بيع اللعب، يريد أن يعاقبها لأنها أطالت البقاء عند واجهة محله دون أن تشتري شيئا. خافت. ما اسمك يا فتاة؟ سألها بابتسامة بددت ما كان انتابها من هلع. الآن وقد اطمأنت أنه لن يؤذيها، نظرت إليه وقالت: اسمي ياسمينة. اسمك جميل، لقد رأيتك وأنت تنظرين إلى تلك الدمية. قولي لي، هل كنت تكلمينها؟ أحنت رأسها خجلا واحمرت وجنتاها وراحت تحرك يدها النحيلة في اتجاهات شتى. ثم عاد الرجل يسألها: هل كلمت الدمية؟ هي صديقتي واسمها شيماء. هو الاسم الذي اخترته لها؟ نعم. قولي لي يا ياسمينة، هل تريدين دمية مثلها؟ مثلها؟ نعم، وتشبهها تماما. لم ينتظر صاحب محل بيع اللعب أن تكمل ردها، بادرها بأنه سيأتي بمثلها في الغد، وسيكون باستطاعتها أن تشتريها وتسميها شيماء كما سمت تلك التي اشترتها تلك الطفلة منذ قليل. ولكنني لا أستطيع شراءها، أقصد أن والديك هما من سيشتريانها لك. صمتت وهي تركز بصرها على الرصيف. كان صمتها ذاك رسالة تلقفها سريعا تاجر اللعب، فقد أحس بأنه من غير قصد منه أصاب جرحا في قرارة نفس الصبية. حاول أن يتدارك قائلا: لا تهتمي كثيرا، سوف أخفض الثمن حتى يستطيع شراءها. عادت لترتسم تحت شاربيه الكثين ابتسامة جديدة. إذ ذاك نطقت الطفلة: ولكن والدي يا سيدي لا يسكنان هنا، هما يسكنان بعيدا في البادية. وأين تسكنين؟ أنا أعمل عند أسرة تسكن غير بعيد. تعملين؟ نعم، أنا أساعد الخالة مليكة في أشغال البيت. في الحقيقة هي تعلمني أشغال البيت، حتى إذا ما كبرت صرت أعرف كل شيء. صمت بائع اللعب وقد قطب جبينه. تأمل هندام الطفلة فانتبه إلى أن ملابسها لم تكن على مقاسها تماما. كان أكثر ما يلفت الانتباه الحذاء الذي تنتعله، لعله حذاء مشغلتها تلك. لما رأت الرجل صامتا وقد بدت حزينة ملامح وجهه، قالت إن والدها يأتي لزيارتها مرة كل شهر، يأتي في نهاية كل شهر، استدركت، يطمئن علي ويتسلم من الخالة مليكة الأجرة الشهرية المخصصة لي، ثم يودعني ويذهب. علم منها الرجل أنها لم ترى أمها منذ ما يقرب من سنة. في تلك الأثناء ظهرت من على بعد خطوات منهما امرأة كانت تقصدهما. لم ترها ياسمينة وانتبه إليها بائع اللعب، وما لبثت أن أمسكت بالطفلة بغير قليل من عنف. بعد أن صفعت رقبتها أمسكتها من يدها وبادرتها بسؤالها عما طلبت منها إحضاره من متجر البقالة القريب. لم تدع لها فسحة للإجابة وراحت تسحبها. كان الرجل ذو الشاربين الكثين يتابع المشهد مذهولا، وقبل أن يغادر حالة ذهوله تلك كانت المرأة قد اختفت ومعها ياسمينة. أسرع الخطوة في أثرهما، ثم رآهما تدخلان عمارة في الشارع الموازي للشارع الذي يوجد به متجر اللعب. اقترب من الباب، كان حارس العمارة يقتعد كرسيا في الداخل. في الغد جاء بائع اللعب إلى العمارة يحمل دمية كتلك التي اعتبرتها ياسمينة صديقتها وسمتها شيماء. سأل البواب عن الطابق الذي تسكن فيه العائلة التي تشغل ياسمينة. سريعا نطق: الطابق الثاني، الرقم 7. صعد ذو الشاربين الكثين السلم وهو يحتضن الدمية، ثم رأى الشقة رقم 7، قرع الجرس. كان يتوقع أن تفتح الباب ياسمينة فيفاجئها بالدمية، ولكنه ما أن انفتح الباب حتى وجد نفسه في مواجهة وجه تلك المرأة التي سحبتها بالأمس. سألها إن كانت ياسمينة موجودة.
نظرت إليه مليا ثم قالت إنها لا تعرف أحدا بهذا الاسم. حاول بائع اللعب أن يذكرها بأنها كانت معه أمس لما جاءت وأخذتها. كررت أنها لا تعرف أحدا بهذا الاسم وأنها لا تشغل طفلة في بيتها. عاد أدراجه يحتضن الدمية. مرت عدة أشهر، وذات صباح وهو يتصفح جريدة محلية قرأ خبر العثور على جثة طفلة في حالة تحلل. لم يدري لما استحضر صورة ياسمينة. قال لنفسه إن لم تكن هي فقد تكون أخرى في مثل حالتها. منذ أن فقد عمله في معمل للأنابيب البلاستيكية في المنطقة الصناعية بخريبجا، اختار بوشتا بوزبيدا أن يدير تجارة تدر عليه ما يوفر به ما تحتاج أسرته المتكونة منه وزوجته وخمسة أطفال أكبرهم في 13. ما وفره من عمله في مصنع أنابيب البلاستيك لم يكن ليمكنه من القيام بنشاط تجاري كبير. استثمر ما وفره في عربة وجعل ما فضل معه رأس مال يشتري منه بضعة صناديق من التفاح والبرتقال حين يكون الموسم موسم حوامض أو فواكه أخرى تختلف باختلاف المواسم. يدفع الرجل عربته متجولا عبر شوارع المدينة. يوم الأحد من كل أسبوع يأتي إلى باب السوق ويوقفها. من مخبأ أسفلها يخرج ميزانا من حديد ذي كفتين وأوزانا تتدرج من ربع الكيلوغرام إلى نصف كيلو انتهاء إلى 5 كيلوغرامات. لم يكن يستعمل هذا الوزن إلا في موسمي البرتقال والبطيخ بنوعيها الأصفر والأخضر. يضع في خارطة تنقلاته مواقع المساجد التي يختار كل جمعة واحدا منها يمضي إليه بعربته حتى إذا قضيت الصلاة ويحرص على أن يصلي بجوار بضاعته ينهض مسرعا إلى تجارته. فيما مضى كان بوشتا رجلا هادئ الطبع، تشهد بذلك زوجته، ولكنه منذ أن صار بائع فواكه متجول صار يتحدث بنبرة فيها بعض من قساوة وينادي ببضاعته بصوت جد مرتفع. في المساء في ساعة متأخرة يركن عربته في مكان لدى حارس ليلي في باب سويقة بعد أن يغطي ما بقي لديه من بضاعة، ثم يعود إلى أهله وقد حمل معه ما تكون زوجته قد طلبت إحضاره. تمضي رتيبة أيام بوشتا بوزبيدا. لم يعد له يوم عطلة أسبوعي قار كما كان في الماضي. عليه أن يشتغل كل يوم. أكثر الأيام صعوبة يوم يمضي إلى سوق الجملة لشراء ما يعرضه، ثم إنه طوال اليوم لا يكف يتفقد بضاعته، يقلبها على عربته، ينزع من الصناديق أو من الكومات الحبات التي تعفنت أو تلك التي بدأها التعفن، يضع هذه في كيس من البلاستيك يعلقه إلى عربته. في المساء يكون محتوى ذلك الكيس هو نصيب أطفاله مما يبيعه. تتولى زوجته قطع الجزء المتعفن من الفاكهة وتغسلها ثم تضعها في الصحن. مع مرور السنين وكلما كبر الأطفال ازدادت متطلباتهم وثقل عليه الحمل، ولكن بوشتا لم يكن يشكو مما يجده من صعوبات. صموتا كتوما كان. تعلم زوجته زهرة أن صمته ذاك مرده إلى التعب الذي يناله. ذات مساء بعد أن دخل إلى منزله وقد تعمد فيما يبدو أن يعود باكرا، نادى على ولده الأكبر إسماعيل. كان في الغرفة التي يتقاسمها مع شقيقين له. جاء مسرعا، قبل يد والده ووقف ينتظر ما سيقوله له. كان بوشتا ينظر إليه بتأمل، ولعله اكتشف لتوه تلك الشعيرات الأولى التي بدأت تظهر على ذقن الفتى. هم بابتسامة ما لبث أن كتمها، لعله يظن أن ما سيقوله لولده الأكبر أهم بكثير من اكتشافه ذاك. سأله عن الدراسة وقليلا ما كان يسأله. طمأن الفتى والده بأنه يبذل جهدا وأنه يطمح إلى النجاح. ثم عم صمت لعدة دقائق. لم يبرح إسماعيل مكانه. قال بوشتا: أريدك أن تجتهد في دراستك وأن تبلغ مستوى يؤهلك لشغل وظيفة تبعدك عما أنا فيه.
بدا الطفل وكأنه لم يستوعب بالكامل ما قاله والده. ما لاحظه أن نبرته وهو يقول ما قاله كان بها شيء من الحزن، ثم استأنف بوشتا: قل لي يا ولدي، الدراسة التي تنوي اتباعها هل تعلم إلى أين يمكن أن تقودك؟ ابتسم إسماعيل لعله لا يملك جوابا شافيا، الذين في مثل سنه لا يستطيعون التكهن بما هو أهد. قال إنه سيجتهد وسيرى. أبلغه بأن أستاذ الاجتماعيات حدثهم قبل أيام عن المسالك الممكن اتباعها. أريدك أن تكون قائدا أو ضابطا كبيرا في الشرطة. ابتسم. فهم الطفل أن والده أنهى ما كان يريد قوله فانصرف. لم يلتفت، لو فعل لرأى والده يمسح دمعة نزلت على خده. لما مضى إسماعيل إلى ما كان بصدده في غرفة الأولاد، كان شقيقاه منير ومحسن ينظران إليه بفضول، ينتظران أن يعلم منه السبب الذي من أجله نادى عليه أبوهم، ولكنه لم يقل شيئا، ولم يجرؤ أحد منهما على سؤاله. ففي بيت بوشتا بوزبيدا التراتبية أمر أساسي، الصغير يحترم الكبير ويمتثل لأوامره. لعل إسماعيل يومها لم يستوعب بالكامل الدافع الذي جعل والده يقول له إنه يريده أن يصير قائدا أو ضابط شرطة كبير. في تلك الليلة أفضى بوشتا إلى زهرة زوجته بأنه قرر أن يغير نشاطه التجاري. يومها باح لها بما يعانيه حين يكون في باب السويق خاصة. قال لها إن مجموعة من الحشاشين المنحرفين صارت تبتزه كل يوم، تطلب منه أن يدفع 5 دراهم إن هو أراد أن تسلم بضاعته. قال إن الباعة المتجولين هناك كلهم يعانون من تلك العصابة. لم يفصل أكثر فيما يعانيه وانطلق يتحدث عن حلمه الأول. قال لها إنه يحلم أن يكون له دكان واجهته على الشارع الكبير يعرض من الخضر والفواكه أصنافا وألوانا. قال لها وكانت تنصت إليه والابتسامة لا تفارق فمها إنه إن تحقق حلمه ذاك فسوف يشغل معه 3 شبان سيجعلهم يرتدون بذلة موحدة وسيدربهم على كيفية التعامل مع الزبناء. كانت زهرة تصغي إليه وهو يتحدث عن أحلامه تلك. مر من الوقت ما لم يقدر مدته. قالت له قبل أن يطفأ نور الغرفة إنها تعلم أنه قادر على تحقيق ذلك الحلم. في الغد هو يوم كتلك الأيام التي مضت، كان عليه أن يذهب إلى سوق الجملة. ما الغريب في الأمر؟ لقد صار يفعل منذ مدة ليست بالقصيرة. كذلك مرت السنون. كانت عين بوشتا على المسار الدراسي لولده البكر إسماعيل يتابعه، ومن حين إلى آخر كان يمضي إلى إدارة الثانوية التي يدرس بها يسأل عن أحواله. كان يحس بفخر حين كان يتلقى من الأساتذة أخبارا مطمئنة. بعد أن نال إسماعيل البكالوريا، وقد تم الاحتفال بالحدث داخل الأسرة بأن تم ذبح 2 بلديين أجادت زهرة طبخهما، يومها كانت الفرحة على كل الوجوه. ثم صمت الجميع إذ هم بوشتا بالكلام. قال إنه يريد من جميع أولاده أولادا وبنات أن يتخذوا من شقيقهم الأكبر إسماعيل قدوة لهم. عليهم أن يجتهدوا إنهم أرادوا الخروج من دائرة الفقر التي يعيشون فيها. التحق إسماعيل بكلية الحقوق، ولما نجح في امتحانات السنة الأولى تلك التي يزعم كثيرون أنها الأصعب، دعا بوشتا ولده إلى غرفة الأكل. كان وحيدين، وضع يده على كتفه: لقد رفعت قدرك وقدري يا ولدي، أريد اليوم أن أشرح لك كلاما قلته لك منذ سنوات مضت. هل تذكر يوم قلت لك أريدك أن تكون قائدا أو ضابط شرطة كبير؟ ابتسم إسماعيل وحرك رأسه مؤكدا أنه يتذكر. صمت بوشتا قليلا وكأنه يستجمع تفاصيل تلك اللحظات البعيدة، ثم قال: يومها يا ولدي تعرضت لإهانة لم أتعرض لها من قبل. لقد صفعني أحد الحشاشين في السويقة. لم أحدثك فيما مضى عن الذي كنت أنا وباعة متجولون آخرون نعانيه منهم. يومها
لم تتوفر لدي 5 دراهم يطلبونها لقاء تركنا نبيع بضاعتنا. تقدمنا بشكايات عديدة لدى القائد ولدى الشرطة، ولكنهم كانوا في كل مرة يفلتون ويعودون لتهديدنا. لذلك يومها قلت لك حلمي الأكبر أن تكون قائدا أو ضابط شرطة. فيهما كنت أرى الخلاص. كان وجه إسماعيل مكفهرا بعد سماع ما قاله والده، وكأن الذي حدث قبل سنين مضت حدث منذ لحظات. حماس الشباب لديه جعله يقف وكأنه يريد أن يخرج ليبحث عن الذي صفع والده. قال له أبوه: اجلس، أريدك أن تجتهد أكثر في دراستك، حتى إذا ما توليت منصبا من هذين المنصبين استحضرت تلك الواقعة التي قصصت عليك قبل قليل. هناك أمور كثيرة تجري على هوامش المشهد العام. حين تقترب نهاية شارع ابن طفيل في أجدير، تتباعد البنايات. في ظل أشجار نخيل صغيرة جلس 6 أطفال. من نظرة إليهم يمكن القول إنهم بين 10 و14. الذي يبدو أصغرهم يمسك بين يديه كرة أرجوانية اللون. في مايو يكون الجو حارا، لعلهم فرغوا لتوهم من مباراة في كرة القدم، تشي بذلك وجناتهم المحمرة. في الأرض المجاورة متسع للعب. الوقت زوال. في تلك الساعة من النهار تقل الحركة في شارع ابن طفيل. يخوض الأطفال في أحاديث ليست ذات معنى إلا لديهم. وفجأة قال الذي يمسك الكرة بيده: شاحنة. هموا جميعهم بالوقوف. كانت على بعد نحو 100 متر. السائق يعالج المنعطف قادما من زنقة تصب في شارع ابن طفيل. قال أحد الصبية إنها الشاحنة التي توزع المياه المعدنية على الدكاكين. ابتسم كبيرهم وقال: ونحن نعاني من العطش. كلماته تلك كانت كافية لتحفيز الذين معه. قال الذي يمسك الكرة الأرجوانية: سنحصل على المياه. الشاحنة تقترب، ولما صارت بمحاذاته التفت السائق جهتهم. لم يكن معه أحد. ببطء تتقدم الشاحنة، ثم قال كبيرهم: الآن. انطلق الصغار كالسهام يتبعون الشاحنة، وسريعا تسلقها 3 منهم. أمسك 2 بعلبة بها 6 قنينات، وناولاها 2 كانا يجريان خلف الشاحنة على بعد 1 متر أو أقل من ذلك. أمسك بالعلبة وكاد ثقلها يسقطهما أرضا. ينظر السائق في مرآته، لابد أنه تفطن إلى ما يقوم به الصغار. أوقف الشاحنة بشكل مفاجئ، وسمع للفرملة صوت يشبه العطاس. نزل السائق وجاء يتفقد حمولته. كان الصغار قد ابتعدوا وهم يحملون كيس قنينات الماء المعدني الذي خلف ثغرة. نظر جهتهم وعاد إلى الشاحنة. كانوا يراقبونه. رأوا دخانا كثيفا يخرج من العادم بينما على هدير المحرك، ثم انطلقت الشاحنة ببطء شديد. عاد الأطفال إلى حيث كانوا. على ضحكهم وهم يتناوبون على الشرب من قنينات الماء التي سرقوها. ثم تدخل كبيرهم الذي ينادونه رضوان. أمسك بقنينتين لم تفتح بعد، وقال إنه سيحتفظ بهما حتى إذا ما عطشوا شربوا منهما. لم يعارضه أحد من الأطفال. عم الصمت المكان. قال أصغرهم الذي يتولى الاحتفاظ بالكرة الأرجوانية إنه يحس بالجوع وإن عليه أن يمضي ليتدبر أمره. سمع أحد الصغار يقول: سنذهب سويا. بعد 10 دقائق اتفقوا على التحرك بحثا عن الطعام. علمتهم تجارب ماضية أن الوجهة الأفضل لطلب الطعام وسط المدينة. تقدمهم رضوان وتحركوا متبعين شارع ابن طفيل. قبيل وصولهم إلى التقاطع مع شارع مولاي علي شريف، رأوا سيارة بيضاء من الحجم الكبير. قال صوت من المجموعة إنهم رجال القوات المساعدة. كلماته أثارت حالة استنفار في المجموعة. توقفوا معا، ثم قال رضوان: وهناك أيضا شاحنة الماء المعدني. لم يكن بحاجة إلى إضافة كلام آخر. أسرع الأطفال 6 في عبور الشارع إلى الجانب المقابل.
ثم جروا هاربين. في ذهنهما الآن أن وجود شاحنة الماء وسيارة القوات المساعدة يعني أنهم مطلوبون. توغلوا في زنقة متفرعة عن الشارع. اكتشف رضوان بقعة أرضية عارية بين منزلين فبادر إلى الاختباء بها، تبعه آخرون. في عمق تلك البقعة بناء غير مكتمل لمنزل واجهته على الشارع الخلفي. تمددوا على التراب وعيونهم تراقب الزنقة. لم يطل انتظارهم، رأوا سيارة القوات المساعدة تعبر. لم يعد لدى أي منهم ذرة شك في أنهم مطلوبون. هم حامل الكرة الأرجوانية بالنهوض من مكانه، ولكن رضوان ضغط على رأسه حتى لامس فمه وأنفه التراب، ظل ملتصقا بالأرض. ثم شوهدت سيارة القوات المساعدة وهي تعود من الزنقة نفسها. توقفت عند القطعة الأرضية الفارغة. نزل منها أحدهم، نظر إلى حيث هم ممددون. ظن الأطفال أنهم لن يستطيعوا الفرار. أشار رضوان إليهم بيده أن يبقوا منبطحين. تراجع رجل القوات المساعدة وشوهد وهو يركب، ثم انطلقت السيارة. أخذ رضوان وضع الجلوس وفعل آخرون مثله. قال لهم إن عليهم أن يغادروا ذاك الحي بسرعة وأن يمشوا متفرقين. وحتى يتجنبوا دورية لرجال القوات المساعدة سلكوا دروبا عدة أفضت بهم إلى شارع مولاي علي شريف قريبا من نهايته. سلك رضوان ومعه طفلان آخران زنقة ابن رشد. ما يهمهم أن يعثروا على مطعم أو محل يبيع المواد الغذائية. قبل أن تنتهي الزنقة اكتشفوا حانوت بقال يبيع من كل شيء. في مدخل الدكان صناديق ملئت خضرا وفواكه. توقف رضوان وقال لهما إنه سيدخل الحانوت ويطلب من البقال بضاعة لن تكون عنده، وإن عليهما أن يسرق بطيختين ويواصل السير. وكذلك فعل. سأل البقال عن مشروب غازي لم يكن متوفرا لديه. وفي الوقت الذي كان صاحب الدكان ينصت لرضوان في غفلة منه، حمل كل من الطفلين بطيخة وواصل السير. بعد دقائق لحق بهما. صادف وصولهم شارع شتوكا ظهور أصدقائهما الثلاثة. الأصغر في الظاهر على الأقل ما زال ممسكا بالكرة الأرجوانية. كان الآخران يحملان خبزا. قال زعيمهم إن عليهم أن يبتعدوا ويطلبوا مكانا يأكلون فيه. كان لفرط ما تجول في الشوارع يعرف مكانا غير بعيد يتخذ موقفا ليليا للسيارات. مالت الشمس للمغيب. قال رضوان إنه سيمضي الليل هناك، يعلم أن الخمسة لن يعارضوا اختياره. التهموا البطيختين والخبز، انتشرت حولهما قشور البطيخ. كان رضوان لا يزال يحتفظ بقنينة من الماء المعدني. يحد المكان جدار قصير من جانبين. رأوا رجلا يقبل في يده حقيبة صغيرة، لعله لم ينتبه إليهم. سكتوا جميعهم وهم يتابعون خطواته. اقترب الرجل من الجدار وأدار وجهه إليه. قبل ذلك وضع حقيبته. نهض رضوان وتوجه إلى الحقيبة، حملها وعاد يجري. هم الأطفال الذين معه بالنهوض فأشار إليهم أن يبقوا حيثهم. مضى منحني الظهر إلى الجدار الآخر ووضع الحقيبة. من حيثه سيرى كل من يقترب من الجدار. عاد إلى مكانه. استدار الرجل الذي كان وجهه إلى الجدار. لم يرصد رضوان أي ردة فعل في الوهلة الأولى، لعله لم يتفطن بعد إلى اختفاء الحقيبة. ثم ها هو يبحث عنها، يضرب كفا بكف، وبدأ يجول في محيطه. ثم اقترب من الأطفال، نظر إليهم نظرة اتهام، ثم وقف قريبا من كبيرهم رضوان وسأل أين هي الحقيبة. لم يتحرك الصغار. الطفل الذي يمسك بالكرة توكأ عليها وصار يتأمل الرجل الذي ينزع إلى البدانة. كان يبدو ضخما إذا ما قورن بأجسادهم الهزيلة. عاد ليسأل أين الحقيبة. استوى رضوان في جلسته وسأله عن أي حقيبة تتحدث. الحقيبة التي وضعت هناك، وأشار إلى المكان.
صاح رضوان بأنه لم يرى أي حقيبة ولا يدري عما يتكلم الرجل البدين، وحتى يجعل لما يقوله وزنا كان يقسم بلا توقف. من الشارع المحاذي جاء بعض الفضوليين، كانوا ثلاثة في البداية، وقفوا غير بعيد يتابعون. وجودهم شجع الرجل على الإمساك برضوان. أحس الفتى بأنه لن يستطيع التفلت من قبضته، ثم صار يهزه بعنف. الأطفال الآخرون يتابعون مشدوهين. الأصغر ظل ممسكا بالكرة وينظر. ثم اقترب أحد الفضوليين الثلاثة وصار يطلب من رضوان أن يرد على الرجل حقيبته. لم يكترث إلى ما يقوله، كل همه في تلك الأثناء أن يتفلت من قبضة ذاك الرجل البدين. يقول إنه إن تفلت فإنه سوف يصل إلى الحقيبة. أحد الصغار وكأنما كان يقرأ فيما يفكر فيه رضوان نهض من مكانه، تبعه آخرون ثم تفرقوا. لم ينتبه إليهم الرجل الذي ظل ممسكا برضوان، كبيرهم الذي صار يحيط به الفضوليون الثلاثة من كل جهة. سمع أحدهم يقول للرجل إن هذا الفتى المتسكع في الشوارع معروف أنه يسرق. هم بالرد عليه ولكنه تراجع، يعلم أن الفضولي لم يكذب. نظر إليه، لم يسبق له أن رآه. التحق بالمكان فضوليون آخرون، بينما ذهب أحد الأطفال الخمسة إلى حيث وضع رضوان الحقيبة. كانت هناك، حملها وتسلل إلى الشارع. قبل أن يبلغ الرصيف صادف رجلين من القوات المساعدة يذهبان إلى حيث رضوان. لعلهما لم ينتبها إلى الحقيبة، وتمكن الطفل من الانصهار في الشارع. أمسك أحد رجلي القوات المساعدة برضوان، سمعه يقول إنه سيقتاده إلى المخفر ومعه صاحب الحقيبة. ثم ما لبث أن تفرق الجمع. لم يكن المخفر بعيدا، أدخل غرفة مربعة لا شيء بها وأقفل الباب. يسمع الرجل الذي ينزع إلى البدانة يكرر حكايته، يقسم بأنه استدار إلى الجدار إذ استجاب لنداء الطبيعة، وإنه وضع حقيبته الصغيرة غير بعيد، ثم لما فرغ مما كان فيه لم يجد الحقيبة. سمع الباب يفتح وظهر رجل من القوات المساعدة، أمسك بالفتى وجاء به. قال له إن الرجل يطالب بحقيبته التي أخذتها، وحتى يجعله يعترف قال له هناك من رآك. جهش رضوان بالبكاء وهو ينتحب، قال إنه أخفى الحقيبة عند الجدار الآخر من موقف السيارات الفارغ، وإنه على استعداد ليدل على مكانها. اقتيد إلى هناك، ولكن الحقيبة لم تكن حيث وضعها. بدأ أن الأمور نحت منح التعقيد. أعيد رضوان إلى الغرفة التي وضع بها عندما وصل المخفر. اتفق رئيس المركز مع أحد مساعديه على إخلاء سبيل الفتى ومراقبته. لم يكن في ذلك ما يطمئن صاحب الحقيبة، ولكنه مرغما وافق. غادر رضوان المخفر، لم يكن يعلم أن هناك من يراقبه. ثم إنه ظن أن الحقيبة ضاعت، قد يكون ظفر بها أحدهم. مضى إلى مكان اعتاد أن يلتقي فيه بقية الأطفال، كانوا هناك جميعهم ومعهم الحقيبة. ما أن رأوه حتى هبوا إليه. الذي أخذ الحقيبة جاء يقول له إنه يحتفظ بها، ودون تأخير أخرجها من تحت حصيرة بالية كانوا يفترشونها. وما أن أمسك بها يريد فتحها لمعرفة ما بداخلها حتى أطبق عليهم. جاءت السيارة البيضاء الكبيرة وحملتهم جميعا إلى المخفر. كانوا أطفالا بلا عائلات تأويهم، يعيشون في الشارع كما القطط الضالة، لا يعلمون لهم أبا ولا أما ولا حضنا يأويهم. كلهم قاصرون، أطفال بلا سقف بلا قدوة. انتهى المطاف بالستة إلى مؤسسة لإصلاح الأحداث. السنوات التي أمضاها متخفيا في غابة غوروغو يتحين كمئات من أمثاله فرصة التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة علمته أشياء كثيرة. يحتفظ بذكرى ثلاث محاولات يقول إنها كادت تكون ناجحة، ولكنها بالنسبة إليه انتهت نهايات مأساوية. في أولاها في العام 2000
فقد صديقا عزيزا، وفي الثانية أشهرا بعد ذلك كسرت ساقه ولزم مخبأه عدة أشهر. في المحاولة الثالثة ولم يحاول بعدها فقد صديقا آخر، وتمكن هو من النجاة بأعجوبة. من محاولاته تلك يحتفظ إسماعيل بذاك العرج الخفيف الذي خلفته إصابته في المحاولة الثانية. من أطراف الناظور وصل إسماعيل إلى طنجة، حيث التقى أفارقة كثيرين كانوا مثله يتحينون فرصة التسلل إلى الضفة الأوروبية. تعرف الشاب ذو 30 عاما الذي يقول إنه من بوركينا فاسو إلى عدد من الشبان المغاربة في حي بوخلف، وقد أكد غير ما مر أنه يعدهم أهله ويضعهم مكان عائلته التي ودعها قبل 8 أعوام وهو يغادر قريته في زينياري. الذين يحدثهم عن زينياري وعن شقيقاته 3 وعن أمه مريم وعن والده مامادو المتوفى منذ زمن بعيد لا يقدرون إلا على تخيل تلك الأسرة الإفريقية وهي تعيش على إيقاع لا يوجد مثله إلا في إفريقيا. منذ أن استقر في طنجة لم يعد إسماعيل يبدي كبير اهتمام بالعبور إلى الضفة الأوروبية. صحيح أنه كان حلما له في السنين التي مضت، ولكن نظرته إلى الأمور تغيرت. كان كعشرات من الأفارقة الذين انتهت بهم الرحلة إلى طنجة يعيش على ما يقدمه الناس من صدقات ومساعدات. يتقاسم إسماعيل شقة من غرفتين وحمام مع 5 أفارقة آخرين جاءوا من بلدان مختلفة، وقد صار وجها مألوفا في مقاهي الحي، وكثيرا ما كانت لقاءاته تلك مناسبات يحكي فيها صورا وذكريات من حياته صبيا ثم مراهقا فشابا في زينياري، وعن رحلته التي كانت المغامرة الأكبر في حياته. وكذلك علم منه جلساؤه من شبان الحي أنه قبل أن يدخل أرض المغرب أمضى 4 أشهر في الجزائر. لم يكن جلساؤه ليفهموا سبب بكائه كلما أتى على ذكر تلك الأشهر التي أمضاها في سيدي بلعباس إلا حين حكى لهم عن القبض عليها. قال إن أناسا بالزي المدني أمسكوا به بينما كان يتجول في وسط المدينة وجردوه مما كان معه من مال ومتاع. لم يشفع له توسله إليهم ولا بكاؤه. قال إن كل شيء مر بسرعة، ثم اقتيد إلى زنزانة في السجن حيث أمضى 3 أشهر. يوم غادر السجن أبلغ بأن عليه أن يرحل عن الجزائر خلال 3 أيام. معاناه في المعتقل كان يدفع إلى استعجال الرحيل. انتقل إلى تلمسان حيث التقى ماليا يقيم في المدينة منذ فترة طويلة. كان الرجل على صلة بشبكات التهريب وقد وجهه إلى من هربه إلى التراب المغربي. يقول إسماعيل إنه لم يعامل بقساوة منذ أن دخل المغرب. كان العربي الزاهي وهو ميكانيكي في 26 من العمر الأقرب إلى إسماعيل، وقد علم منه أنه لما غادر قريته في زينياري وكان في 22 كان يريد التوجه إلى أوروبا لإتمام دراسته في الميكانيك، لعل ذاك ما جعله يقترب منه أكثر. وكثيرا ما كان يتبادلان الحديث حول محركات السيارات، وقد رافق إسماعيل صديقه المغربي 10 مرات إلى الورشة التي يعمل بها. ثم لما تطورت علاقاتهما كان يساعده في إصلاح محركات سيارات يتسلمها من أصحابها خارج الورشة التي يعمل بها في حي الإدريسية. كان لقاء مساعدته تلك يدفع له مما يحصل عليه. علم العربي من صديقه أنه حين قرر الرحيل لم يكن يدرك حجم المعاناة التي كانت في انتظاره. يضحك وهو يتذكر، ثم يستدرك أن كل ما كان يهمه أن يصل إلى أوروبا، قارة الأحلام كلها والنجاحات كلها. كذلك كان الشبان من أقرانه في زينياري يتخيلونها، بل كذلك صورت لهم. الذين التقاهم مكدسين على ظهور الشاحنات التي عبرت بهم الصحارى والفيافي صعودا إلى الشمال، كانت لديهم الأحلام ذاتها بالتلاوين ذاتها لا تختلف في أي شيء. ثم إنه كان يدرك أن نجاح مغامرته التي غامرها ستعود على أسرته
على شقيقاته الثلاث وعلى والدته ببعض السعادة، فقد كان وهو يودعهن قبل أن يبتلع أفق زنياريا الشمس يعدهن بمال وملابس وأشياء كثيرة. يكمل ابتسامته بينما تنزل من جفنيه عبرات رسمت على وجنتيه خطا من بلل. يتنفس عميقا، ينتبه إلى أن جليسه العربي يصغي إليه وإلى حكايته وأنه ينتظر المزيد. في مرة واحدة حكى عن حبه لبنته، كانت جميلة القرية وقد نافسه عليها شبان كثيرون، ولكنه وحده من ظفر بقلبها. حتى وقد مرت الآن سنوات عشر ما زال موقنا بأنها تنتظره، ولعله قرأ في نظرات العربي ما يشي باستغرابه أن تنتظره بنته خلال كل تلك السنوات. ابتسم في وجهه وقال له: نحن في إفريقيا نحترم الوعود، وقد وعدتها بأنني سأعود إليها ووعدتني بأنها ستنتظرني. لم يرغب العربي في التعقيب، ما قاله صديقه إسماعيل يغنيه عن كل تعقيب. تمكن العربي من إيجاد عمل قار لصديقه إسماعيل في معمل للنجارة، كان يتولى صيانة الآلات، وقد مكنه ذلك من الحصول على أجر كفاه الوقوف عند الإشارات الضوئية في ملتقيات الطرق أو في أبواب المساجد، وكذلك تعززت صداقته أكثر مع العربي. لم يكن إسماعيل مقترا، ولكنه كان يحرص على توفير بعض المال. صار يفكر في العودة إلى زنياري، إلى أسرته وإلى بنته. أخبر العربي بأنه بعث لها برسالة مؤخرا، وبأنه تلقى منها ردا مفاده أنها ما زالت تنتظره. انتظر الشاب الإفريقي 8 أشهر أخرى. في مارس من العام 2013 قرر العودة إلى بوركينا فاسو. أتم إجراءات تجديد جواز السفر، لم يكن لديه من بديل عن السفر برا، وكذلك استقل الحافلات نزولا إلى الحدود المغربية الموريتانية. كان معه متاع حمله 3 حقائب كبيرة. لقد اشترى هدايا لأمه ولشقيقاته وأيضا لبنته. عليه أن يعبر لها عن شكره لوفائها، يعلم أن شبانا كثيرين ممن نافسوه عليها تقدموا لخطبتها ولكنها رفضت. كانت الرحلة طويلة وشاقة، استغرقت أكثر من 2 أسبوع. في محطات كثيرة كان عليه أن يتوقف وينتظر توفر وسيلة نقل. ثم ذات صباح تنفس من جديد هواء زنياري، طرق باب أسرته. كانت عايشة شقيقته الصغرى من فتح الباب. وقفت مشدوها، لم تتعرف عليه من نظرة أولى. كان أشعث أغبر تغطي وجهه لحية كثة، ثم اهتزت وهي تسمعه يناديها باسمها عايشة. صاحت تردد اسمه إسماعيل. جاءت أمها مسرعة، عانقته بحرارة، ظلت متمسكة به دقائق لن تعوضها حتما حرمانها منه على مدى السنوات التي انقضت. ثم أرسلتها وجاء يحمل متاعه إلى غرفة مقابلة للباب الخارجي. سأل عن شقيقتيه الأخريين عليا وزينب، فعلم أنهما تزوجتا. جاءت أمه بطعام مما توفر لديها، وسريعا جلست بجواره لا تغفل عنه عيناها لحظة. بعد أن أخذ قسطا من الراحة مضى إلى الحمام بعد أن جلب الماء ليغتسل ويحلق ذقنه، يعلم أنه سيكون على موعد مع الجيران. الأهم لديه أن يرى بنته. يظن أن ملامحها قد تبدلت، ولكنه لا يخالها إلا الأجمل بين فتيات القرية. التقاها عصرا وقد سره أنها بخير وأنها لا زالت تنتظره. حكى لها القليل عن مغامرته ووعدها بالمزيد بعد أن يخطبها من والديها. في ليلته الأولى بعد غياب دام أزيد من 10 سنوات حكى إسماعيل لأمه وشقيقاته اللواتي تحلقن حوله عن كل ما رآه في سفره الطويل ذاك. حدثهم مطولا عن العربي صديقه الطنجاوي الذي ساعده في العثور على عمل. بعد 3 أيام خطب إسماعيل حبيبته بنت من والديها، حمل إليهم من الهدايا التي جاء بها من المغرب
ووعدهم بأنه سيصحبها معه إلى طنجة ما أن يتمكن من الحصول على الوثائق الضرورية. كان حفل زفاف بسيط بساطة إفريقيا وغني بالمشاعر. كذلك حكى إسماعيل للعرب عن زفافه لما عاد إلى طنجة، حكى له عن تقاليد قبيلته، عن الأطعمة وعن الألبسة وعن الطقوس التي تسبق الزواج وتلك التي تليه مباشرة. كان العربي يود لو أنه استطاع الحضور ليشارك صديقه الإفريقي فرحته. وعده بأن يرافقه مرة إلى بلدته هناك في زنياري. ماذا ستكون ردة فعلك إن رأيت أحدهم يقبل نحوك مبتسما؟ قد تظن أنه يعرفك وأنك ربما نسيته. في كل الحالات لن تهرب منها، بل إنك تكون على استعداد للاستماع إليه وإعطائه بعضا من وقتك. منذ سنوات اعتاد سعيد الذي يسكن في حيدراد بطنجة أن يسلك المسار نفسه صعودا إلى ساحة الكويت، ثم نزولا عبر شارع بلجيكا ووصولا إلى ساحة النجمة. يعتني الرجل الذي توحي ملامحه بأنه في الثلاثينات من العمر بشعره، يبدو أنه لا يغيب طويلا عن كرسي الحلاق. قد لا يكون في مظهره العام ما يستوقف الانتباه إلا ما كان من ابتسامة متقنة لا تغيب عن وجهه، يبدو بشوشا أبدا. من حين إلى آخر يتوقف، يجول بنظره في الرصيف المقابل، يتفحص الوجوه دون أن يثير الانتباه، ثم يعبر ويقبل على واحد من المرة، يقبل عليه مبتسما، وحين يقترب منه يبادره بتحية بها ما يكفي من الحرارة لتوهمه بأنه من معارفه، ثم يقترب أكثر ويخفض بصره متظاهرا بحياء وخجل وهو يقول: أنا سعيد، لعلك لا تذكرني، قد يكون طال الوقت الذي لم نلتقي فيه، اعذرني، الصغيرة تحتاج إلى حليب وأنا أمر بضائقة. يصغي إليه الرجل بذهول، ولعله ظن أن الذي يكلمه ما قصده إلا لأنه يعرفه ولأنه موقن تماما أنه لن يرده خائبا. ثم وكأن لما سمعه مفعول السحر، يدخل يده في جيب سرواله ويخرج ورقة من فئة 20 درهما ويناولها إياه. يظل سعيد خافضا بصره وهو يستلمها، بينما تتحرك شفتاه بدعاء نصفه غير مفهوم. يبتعد شيئا فشيئا، يمضي في غير الاتجاه الذي يمشي فيه زبونه ذاك، ولما يوقن بأن الرجل مضى إلى حال سبيله يعبر الطريق إلى جوار مسجد محمد الخامس. وقوفه هناك غير بعيد عن موقف الحافلات لن يثير أدنى شبهة. يراقب جيدا كل ما يحيط به، الناس يدلفون في كل اتجاه، لا ينبغي أن يستوقف أحدا ممن يعرفونه ويعرفهم حقا، ذاك ما كان يحرص عليه كل الحرص. من حافلة توقفت لتوها نزلت امرأة ترتدي جلبابا بنيا بغطاء رأس به خطوط عمودية دقيقة، وتضع على وجهها لثاما تشي مشيتها بأنها تخطت منتصف العمر منذ زمن. اقترب منها سعيد وقد رسم على فمه ابتسامته المتقنة تلك. خفض بصره وانحنى قليلا، بدا لها وكأنه يهم بتقبيل يدها. توقفت المرأة، نظرت إليه، عيناها اللتان كانتا كل ما يظهر من وجهها عكستا ما يشبه الاستغراب. في تلك الأثناء كان يقول لها بصوت يكاد لا يسمع: اسمحي لي يا أمي، لعلك لا تذكرينني، أنا سعيد ابن خديجة. ازدادت عينا المرأة اتساعا، ولعلها ازدادت استغرابا، يبدو أنها لم تره من قبل، هو يعلم علم اليقين أنها لا تعرفه. حاولت الابتعاد عنه، هي بضع خطوات توقفت بعدها، لم يذهب إلى حال سبيله. قالت له: ماذا تريد؟ هو السؤال الذي يتوقعه. اقترب منها أكثر وكأنه لا يريد أن يسمع أحد ما سيفضي به إليها. الصغيرة، وذكر لها اسما، بحاجة إلى حليب، وكما تعلمين يا أمي فقد توقفت عن العمل بعد أن أغلق المعمل. لم يضف شيئا، كلماته تلك أثرت في المرأة التي استدارت، لم يعد يظهر له وجهها.
فتحت حافظة نقود كانت تمسكها بإحكام في يسراها، مضت بسبابتها وإبهامها تنقب في عمق الحافظة، أخرجت منها 5 دراهم وناولتها إياه وهو يشكرها. كانت نبرته توحي إليها بأن ما أعطته له غير كاف وأنه مع ذلك يقنع به. مضت المرأة إلى حال سبيلها، يعلم أن عليه أن يتحرك. في ذلك اليوم الربيعي في تلك الساعة تبدو الأجواء منشرحة. قبل أن يبلغ تقاطع شارع إنجلترا وبلجيكا رأى رجلا يوحي مظهره بالوقار، جلبابه ذو اللون البني الفاتح ونظارتاه الشمسيتان وطربوشه الأحمر مما جعله يظنه من الأعيان، لا يهمه ذلك كثيرا. وكما في مرات سابقة لم يتردد، رسم ابتسامته على وجهه وتقدم إليه. لعلك لا تذكرني يا عم. بلى أذكرك، قال الرجل. رده ذاك أربك سعيد، لم يحدث له مثل ذلك من قبل. ثم استرسل الرجل يسأله: هل اشتريت الحليب لصغيرتك تلك؟ قالها وهم بالضحك، ثم أضاف: لم تعد حيلتك تنطلي على أحد، ألا تظن أن عليك أن تبحث عن عمل؟ لم ينتظر أن يكمل الرجل ما يقوله، فقد لاحظ أن كلامه بدأ يثير فضول بعض المارة. ابتعد متأطئا رأسه، وما لبث أن اختفى في شارع إنجلترا. بدا له أن يومه ذاك لا يبشر بخير، ولكنه مع ذلك لن يتراجع. عليه أن يحصل على ما يحتاج إليه لشراء جرعة المخدرات التي يدمن عليها. جلس على الجدار القصير للحديقة، ظل يتابع الحركة في موقف سيارات الأجرة الكبيرة. بالمكان صخب، أصوات بعض من سائقي السيارات ترتفع، يتجادلون، يتنازعون حول من حان دوره ليركب الزبناء، ويسمع كلام يخدش الحياء. لم ير في الوجوه التي تركب وتلك التي تنزل من سيارات الأجرة الكبيرة وجها يغريه. نهض من مكانه ليكمل مساره اليومي. ما حدث له صبح ذلك اليوم الربيعي لم يختلف كثيرا عما حدث في أيام ماضية، في شهور ماضية كذلك ظن. مشى 10 أمتار نزولا في شارع بلجيكا، رأى امرأة شابة تخرج من فرع إحدى المؤسسات المصرفية. كانت وحيدة، خمن أنها سحبت مالا، فكر في اتباعها، مشى خلفها. توقفت عند واجهة محل تجاري، ثم ما لبثت أن واصلت طريقها، انعطفت إلى شارع فاس. أدركها هناك، اقترب منها، لما انتبهت إليه جعلت حقيبتها اليدوية تحت إبطها وابتعدت عنه. توقف، من حيث لا تدري توقفت هي الأخرى، نظرت إليه، تلك الابتسامة التي يجيد رسمها على فمه لا تبعث على القلق. التفت يمينا ويسارا ثم دنا منها: هي القصة ذاتها، لعلك لا تذكرينني. أنا لا أعرفك، قالت المرأة، تجاهل ما تقول. أنا سعيد، شقيق مليكة، أفلست الشركة التي كنت أعمل بها والصغيرة بحاجة إلى حليب. ولكن المرأة كررت أنها لا تعرفه، ولما بدا له أنها لن تعطيه شيئا التفت يمينا ويسارا ثم انقض عليها يريد أن ينشل حقيبتها. صرخت، ولكنه لم يتراجع، كان يمسك بالحقيبة بقوة. من ساحة فرنسا تسمع صافرة شرطي المرور. من دكان قريب خرج رجلان مسرعين، لما رآهما ترك الحقيبة وأطلق ساقيه للريح. نزل شارع فاس إلى منتصفه، توقف لما أيقن أن لا أحد يلاحقه. لم يكن ذاك مساره المعتاد. يقول لنفسه إن يومه ذاك انطلق انطلاقة خاطئة، يظن أن تلك الحقيبة التي لم يتمكن من نشلها من المرأة كانت فرصته. بعد الظهر في حدود 3:30 عصرا كان في ساحة الأمم. كراسي الرخام نالت ما يكفي من أشعة الشمس وصارت ساخنة. اقتعد أحدها، عيناه تجولان في المكان يترصد زبونا جديدا. في لحظة لا يذكرها أحس بارتخاء، هي شمس الربيع الدافئة. استشعر رغبة في النوم. لا يقاسمه كرسي الرخام أحد، لما لا يسترسل عليه؟ كان بطول قامته
وما لبث أن أغفى، ثم لم يعد يسمع ما يجري من حوله. لا يدري كم مر من الوقت، لما فتح عينيه كانت الشمس قد توارت خلف العمارات المجاورة. أخذ وضع الجلوس، فرك عينيه فركا خفيفا ثم رآها، المرأة الشابة التي حاول أن ينشل حقيبتها. ظن أنها لم تنتبه إليه، كانت تسير في اتجاه ساحة النجمة. ظل مكانه يتابعها، كانت وحيدة، هل يلحق بها؟ الشارع ينزع إلى الازدحام، ثم قرر أن يتبعها من بعيد، حتى إذا ما بدت له فرصة متاحة خطف منها الحقيبة وأسرع في الهرب. غادر الكرسي الرخامي وتبعها، رآها على بعد 50 مترا، أسرع الخطوة ليكون أقرب إليها. توقفت عند الإشارة الضوئية، حسب أنها فرصته التي يتحينها. اقترب منها أكثر، ثم انقض عليها، أمسك بالحقيبة، تمكن من نشلها هذه المرة. سقطت المرأة أرضا بينما جرى هو يريد أن يعبر الطريق. تفادى سيارة كانت تمر في تلك اللحظة، ولكن دراجة نارية كانت تمر من الاتجاه الآخر صدمته. سقط، وسقط سائق الدراجة النارية. هم بالنهوض وهو يمسك بالحقيبة، ولكنه لم يستطع. أدركه من كانوا شهودا على عملية النشل. ركله أحدهم بقوة، اختفت من وجهه ابتسامته تلك، وارتسمت على ملامحه تعابير الألم. شقت المرأة الشابة لها طريقا بين المتحلقين، أمسكت بحقيبتها وهي تشتمه. تعالت أصوات منبهات السيارات، ثم شهد شرطي المرور يصل. ألقى بكلمات في جهاز الراديو الذي بيده، بعدها جاءت أصوات تشبه الخشخشة، ما لبثت انقطعت. حمل صاحبنا إلى المستشفى في سيارة للوقاية المدنية. قال الطبيب الذي فحصه إنه أصيب بكسر في ساقه. تقدمت المرأة صاحبة الحقيبة اليدوية بشكوى ضده. أمضى عقوبة حبسية لم تكن طويلة، ثم عاد إلى الشارع بابتسامته المتقنة، يردد الحكاية ذاتها، حكاية صغيرته التي لا زالت بحاجة إلى حليب بعد كل تلك السنين. ما حدث له في ذلك اليوم الربيعي أثناه عن كل محاولة نشل جديدة. في مرات كثيرة ما أن يستوقف أحدهم ويبدأ بسرد قصته، حتى يفاجأ بأن من استوقف يكرر معه العبارات ذاتها. قد ينتبه ذات يوم إلى أن حبل حيلته قد انقطع. ارتقت المعلمة المصطبة، وزرتها ناصعة البياض شدت إليها أنظار الصغار. في تغزوت قريتهم النائية، لأسباب لا يفهمونها بعد بالكامل، سريعا تفقد الملابس نضارتها، والأحذية شكلها الذي كانت عليه يوم تم شراؤها. السنة الدراسية في بدايتها، المعلمة الشابة والأنيقة أيضا جاءت من المدينة، أي من مكان غير القرية. لا يهمهم اسم المدينة التي جاءت منها، ولو كانت تونات وهي الأقرب. عم القسم حيث تكدس 30 تلميذا وتلميذة الصمت. توقع الأطفال أن تعلن المعلمة عن شيء ذي أهمية كبرى. أغلبهم توقعوا أن تعلن عن عطلة مدرسية، ولكن لا شيء من ذلك، وإنما هو سؤال موجه إليهم جميعا، وعليهم أن يجيبوا عنه واحدا واحدا. قالت المعلمة: ما هي المهنة التي يريد كل واحد منكم أن تكون مهنته؟ عمت القسم وشوشة، ثم جاء صوت المعلمة من المصطبة أسفل السبورة السوداء: أريدكم أن تجيبوا الواحد بعد الآخر، سنبدأ من هنا. وأشارت إلى الصف الذي على أقصى يمينها. في الطاولة التي تتقدم ذلك الصف، زبيدة ابنة البشير صاحب دكان القرية الذي يزود السكان بالدقيق. أشارت إليها المعلمة فأجابت بأنها تريد أن تصير طبيبة. لم تكن تتوقع أن تسألها المعلمة عن أسباب اختيارها مهنة الطبيبة. ردت بأنها تحب أن تعالج الحيوانات الصغيرة والناس أيضا. أضافت أنها ستعالجهم بالمجان. توقفت المعلمة عندها بنظراتها لعدة ثوان، ابتسمت لها
وانتقلت إلى التي تقاسمها الطاولة مريم ابنة مقدم القرية. وأنت يا مريم، ماذا تختارين من المهن؟ كادت تضحك فوضعت كفها على فمها ثم أزاحتها وقالت إنها تريد أن تكون معلمة. لم تنتظر أن تسأل عن السبب وقالت لأنها تريد أن تعلم كل أطفال القرية الكتابة والقراءة. لها أيضا ابتسمت المعلمة. ولما بلغت الطاولات التي يتقاسمها الأولاد وكانت تشغل الجزء الخلفي من القسم، قال أغلبهم إنهم يريدون أن يصيروا طيارين وعسكريين، وقليلون منهم قالوا إنهم يريدون أن يصيروا محامين وأطباء. استوقف اهتمام المعلمة ما قاله الكبير، وحده قال إنه يريد أن يكون فلاحا لأنه يريد أن يوفر للناس ما يحتاجون إليه من غذاء. حين حانت ساعة الاستراحة، كان التلاميذ مجموعات يتباهى كل منهم بما اختاره مهنة له في المستقبل. وقد بدا أن أغلبهم اختاروا مهن الطب والتعليم وقيادة الطائرات. كان يوما لن ينسوه كما لم ينساه الذين سبقوهم وقالوا لهم عن ذلك السؤال الذي كثيرا ما طرحه المعلمون على تلاميذهم. يعلم الكبار كما المعلمة أنهم سيغيرون آراءهم لما يكتمل وعيهم بمتطلبات الحياة وبالصعاب التي قد تعترض سبيلهم، وربما نسوا ما منوا به أنفسهم واتخذوا لهم أحلاما جديدة واختاروا آفاقا يظنون أنها أنسب لهم. في اليوم التالي لم يعد من حديث عن تلك اللحظة التي ملأت الصغار سعادة، ولكنهم بعد سنوات طويلة ظلوا يذكرون إجابة كل واحد منهم، يسخرون من بعضها ويتندرون بأخرى. في مطلع العام الدراسي الجديد توقع الأطفال أن ترافقهم مدرستهم، ولكن توقعهم ذاك خاب، والتحق بالمدرسة معلم جديد كان في 30 من العمر. وشاع في القرية أنه انتقل إلى تغزوت قادما من مدرسة ابتدائية في أطراف الحاجب. ولأن الناس في القرية يعشقون تقصي أخبار الغرباء الوافدين عليهم، فقد عرفوا سريعا أن المعلم الجديد ينحدر من وجدة، وأنه درس في عدة مناطق منها إحدى القرى القريبة من الحاجب. عرفوا سريعا أيضا أنه متزوج وأب لطفلين، وأنه سيستقدم عائلته قريبا. كان مقدم القرية من توسط له لدى أحدهم لكراء منزل صغير، وكان مصدر كل تلك المعلومات. تولى المعلم الجديد واسمه عبد العزيز سي عبد العزيز تدريس مستويي الثالث والرابع باللغتين العربية والفرنسية. وسريعا اندمج في مجتمع تغزوت، وصارت زوجته تتبادل الزيارات مع جاراتها. لما بلغت زبيدة مستوى القسم الابتدائي الخامس واجتازت بنجاح مع رفيقاتها امتحان الشهادة الابتدائية، اصطدمت بتعثر مسارها. تعلم أن عليها كما أطفال من القرية سبقوها أن تنتقل إلى تونات حيث توجد الإعدادية. حين جاء المعلم بنتائج الامتحان وعلقها على صبورة في جوار القسم، اشرأبت الأعناق تقرأ الأسماء التي تضمنتها القائمة. وقد ساعدت زبيدة بأن اكتشفت اسمها وأسماء صديقات لها. شاع في القرية رسوب أربعة كلهم من الأولاد. ثم بدأت عطلة صيفية كانت بالنسبة إليها مختلفة. تعلم أنها ستضطر إلى مغادرة البيت الذي ولدت وترعرعت فيه لتنتقل إلى العيش في بيت عمتها التي تسكن في تونات. كان والدها البشير صاحب دكان القرية كثير التردد على تونات وعلى فاس أيضا من حيث يأتي بالبضائع التي يعرضها في دكانه، وكان في تنقلاته تلك كثير الزيارات لشقيقته وقد فاتحها في الأمر ووافقت. وكذلك أبلغها والدها بأن عمتها ترحب بها وأنها ستوفر لها سريرا في غرفة بنتيها. ومع أن البنت اطمأنت إلى أنها لن تنقطع عن دراستها، إلا أنها ظلت تخشى أن لا تنسجم بالكامل مع بنتي عمتها، وكانت تكبرانها ببضع سنين. كبراهما كانت تتابع دراستها في الطور الثانوي، بينما كانت الصغرى تستعد لاجتياز امتحان شهادة الدروس الثانوية.
لم تجرؤ على الحديث إلى والدها في هذا الأمر. بالنسبة إليه فإن مشكلة الانتقال إلى تولات قد حلت، وهي ترسم أحلام مستقبلها التي تبدأ بالرحيل عن تغزوت. استحضرت ذاك اليوم الذي سألتها فيه المعلمة التي لم تمكث في تغزوت سوى سنة دراسية واحدة، وتذكرت ردها الذي سخر منه بعضهم إذ قالت إنها تريد أن تصير طبيبة تعالج الحيوانات الصغيرة والناس أيضا وبالمجان. ضحكت وهي تستحضر ذاك الرد. في مطلع شهر سبتمبر، وبينما بدأ الفلاحون يعدون العدة للحرث، يعالجون بهائمهم ويراجعون أدواتهم، ركبت مع والدها وقد رافقتهما والدتهما وانطلقوا إلى تونات. يومها زارت مع أبيها الإعدادية التي ستدرس بها سنوات أربعا. وقد آلمها لما عادت إلى تغزوت أن فتيات عديدات ومنهن من كن متفوقات لن يلتحقن بالإعدادية. لم يكن بمقدور آبائهن أن يوفروا لهن سكنا. سنوات قليلة بعد ذلك تم تزويج عدد منهن ولم تكن قد تخطين 14. كان الكبير ابن مزارع يملك مساحات من الأرض لا يستهان بها، وكان الابن البكر لوالده الذي عرف في القرية بنشاطه الذي يبدأ بحرث الأرض وينتهي إلى تربية النحل مرورا بالاعتناء بأشجار التين. كان لدى تلك العائلة الكثير منها. الذين كانوا معه في القسم الثاني يستحضرون تفرده بالرد على المعلمة بأنه يريد أن يكون فلاحا. زمنئذ ضحك البعض، بل وإن منهم من نقل ما سمعه إلى عائلته، وكان رده ذاك مثارا للضحك. بالنسبة لأولئك الفلاحين فإن ابن فلاح ينبغي أن يكون فلاحا، ولا حاجة له إلى أن يجعل من ذلك طموحه. كان الكبير ضمن الناجحين في امتحان الشهادة الابتدائية وبتفوق، وقد علم أنه انتقل إلى الدار البيضاء ليتابع دراسته هناك، حيث سيؤويه عمه الذي كان يملك مقاولة صغيرة في الصباغة. في تلك السنة وكما في سنوات قبلها ولكن بأعداد أكبر، ودعت قرية تغزوت أبناء وبنات لمتابعة الدراسة في تونات ولكن أيضا في مدن أخرى، وتخلفت بنات وأبناء فقراء لا حول لهم ولا قوة. ولكن الحياة استمرت، وآل الأمر بأغلب الذكران إلى الأعمال الفلاحية على طريقة أجدادهم وآبائهم، وانتهى الأمر ببنات إلى بيوت أزواج قليلات هن اللواتي عرفنهم من قبل. الذين غادروا القرية لم ينقطعوا عنها بالكامل، بل إنهم كانوا يأتون لزيارتها من وقت إلى آخر، وكانت زياراتهم تلك تتيح لمن يتملكهم الفضول أن يعرفوا من أخبارهم ما لم يقله الآباء وهم يتفاخرون ويتباهون بهم. يوم التحقت زبيدة بكلية الطب شاع في تغزوت أن بنت البشير صاحب الدكان صارت طبيبة، بل إن والدتها استقبلت نساء كثيرات من القرية جئن مهنئات، وصارت المناسبات التي تحضر فيها من الرباط محجا لكثيرات ممن تكون لديهن أسقام يعرضن عليها آلامهن. كانت طالبة الطب الشابة تحاول طمأنتهن بأن تشرح قدر ما تستطيع إليه سبيلا أسباب هذا الوجع وما يسبب ذاك الألم. كانت زبيدة نجمة القرية، وكان البعض يرى فيما تقدمه من نصح وخدمات مقدمة للوفاء بوعد قطعته على نفسها صبية حين قالت إنها تريد أن تصير طبيبة تعالج الحيوانات الصغيرة والناس وبالمجان. لم يكن يسري حديث كثير عن الكبير الذي درس الزراعة يريد إلى أن يصبح طبيبا بيطريا. وذات مرة في عطلة الصيف في مناسبة حفل زفاف، التقت والدته بوالدة زبيدة التي علمت منها أن الكبير سيصير طبيب حيوانات، ولم تفوت أي من المرأتين المناسبة للتباهي. وقد بدت أم الكبير وقد التقطت الرسالة التي بعثت بها أم زبيدة، ويبدو أن الأمر كان محط تداول ذات ليلة في بيتها، وانتهى الأمر بفكرة خطبة الطبيبة لابنهما. كان الآباء يريدون زواجا على طريقة أهل القرية، ولكنهم صدموا بأن زبيدة والكبير لكل منهما آفاق عاطفية أخرى.
تقف الشابة على الرصيف غير بعيد عن مدرسة خاصة، لا تغادر مكانها بينما يسرع الطلبة الخارجون من المدرسة إلى وجهات مختلفة، ثم تبقى الشابة الأنيقة وحدها تضم إلى صدرها ملفا كذلك الذي يحمله أغلب الذين يأتون إلى تلك المدرسة. من أمامها تمر سيارات من أنواع وألوان شتى، من نوافذ بعضها مع الموسيقى الصاخبة تطل رؤوس تلقي إليها بكلمات، وأحيانا يأتيها صفير وحركات بهلوانية. أحيانا تقف واحدة من تلك السيارات عندها تتجاهلها وتتجاهل سائقها الذي يميل ويدعوها إلى الركوب، ثم تتوقف سيارة أخرى تركبها وتنطلق بها مسرعة. يتكرر المشهد مرات كل أسبوع، وتختلف السيارات التي تقبل الفتاة بالركوب إلى جانب سائقها. لم تكن حالة تلك الفتاة لتمر دون أن تلفت إليها الأنظار، فلا أحد من الطلبة يعرفها. ثم جاء مرة من قال إنها تستغل محيط المدرسة لتصطاد زبائنها، كذلك قيل. كانت فتاة لها نصيب من الحسن توحي ملامحها بأنها دون العشرين. بالنسبة لكثيرين من رواد تلك المدرسة فإن حضورها المنتظم ذاك الذي يصادف مواقيت الخروج صار يبعث على الشك والريبة. ذات مساء ماطر من فبراير من العام 2000 توقفت عندها سيارة فارهة بيضاء. بنظرة اختلستها رأت أن ليس بها من أحد غير الذي يسوقها. تمدد الرجل إلى الجانب الأيمن بعد أن أنزل زجاج النافذة وصار يردد على مسامعها كلاما لعلها ملت سماعه لكثرة ما تكرر، ثم نظرت إليه وقد حافظت على بعض من حدة وصرامة في تقاسيم وجهها. كان رجلا كهلا غزا الشيب جانبي رأسه، ولما ألح عليها ابتسمت له، ولعله لم يكن ينتظر سوى ابتسامتها تلك التي راح يؤولها بقبول منها لما يعرضه عليها. تمدد أكثر على الكرسي الذي بجانبه وفتح الباب، ركبت، جلست وهي تجمع مطريتها المبللة، ثم التفتت إليه، ابتسم في وجهها ابتسامة لم ترى أعرض منها، ظهرت أسنانه المرصوصة والمتساوية، ثم انطلقت السيارة. بعد بضع عشرات الأمتار قال لها إن اسمه الحبيب، لمحها تحرك رأسها، أضاف موضحا أكثر أن اسمه الحبيب بويحيى مقاول البناء المعروف في أجدير. ردت هي بأن اسمها وصال وإنها تدرس في المدرسة التي كانت تقف أمامها. لعله صدق أن تكون طالبة في تلك المدرسة، ولكنه لم يصدق أن تكون نطقت باسمها الحقيقي. ثم أطلق من مذياع السيارة موسيقى هادئة صارت قطرات المطر تتراقص على إيقاعها وهي تتدحرج في هدوء على الواقية الزجاجية الأمامية. سلكت السيارة شارع الرئيس كينيدي بكبرياء ثم شارع فاس. لم يكن ليخفى عليها أنه يريد إلى الكورنيش. من مكان لم تره أخرج علبة سجائر، دفع بواحدة فخرجت عن الصف، مد يده إليها، نظرت إليه بابتسامة تكلفتها وتصنعت الخجل، ثم مضت بأناملها الصغيرة إلى العلبة واستلت السيجارة التي أطلت برأسها. وهو يحاول التحكم في السيارة أمسك بولاعة وزندها فظهرت شعلة تتراقص. تقدمت الفتاة نحوها وقد وضعت السيجارة بين شفتيها، وما لبث أن عم المقصورة الدخان. أخرج سيجارة وفعل مثلها، ومثلها نفث الدخان من خيشوميه. استرخت على الكرسي والتصق ظهرها بالمسند. قال لها إنه يدعوها للعشاء في أحد المطاعم على الكورنيش. نظرت إليه بما أوحى له بأنها تقبل الدعوة. تحس بالسيارة تمشي بخيلاء وهي تعبر شارع 20 غشت. الموسيقى الهادئة تواصل تدفقها نقية، ثم انحرفت ودخلت ممرا يتفرع عن الشارع الرئيس. مرت أمام واجهات عدة مطاعم، في الداخل تبدو الأضواء خافتة، ثم توقفت عند أحد تلك المطاعم، نزلت وهي تهم بحمل مطريتها. قال لها إنها لن تحتاج إليها،
المسافة بين السيارة وباب المطعم أمتار معدودة. لم تحمل ذاك الملف الذي به دفاترها وكتبها. لما وصل الباب وانفتح لهما تركها تتقدم. في الداخل بضع طاولات لم يكن حولها زبائن، اختار واحدة منها، وقبل أن يجلس سألها إن كانت ترغب في الجلوس إليها أم هي تفضل طاولة أخرى. ردت بأنها تترك له الاختيار. إذ ذاك جلس وجلست. الآن ترى وجهه أوضح. جاء النادل، كان في كل أناقته. من جيب معطفه أخرج علبة عود ثقاب، تناول واحدا وحك رأسه إلى جانب العلبة وأشعل شمعة أحاطت بها أسطوانة من زجاج، بجوارها وردتان ساقاهما في كوب ماء من بلور. من مائدة بجوار الجدار جاء النادل بنسختين من قائمة المأكولات، كانتا مسفرتين في جلد من النوع الجيد. بادرت إلى فتحها وانهمكت تقرأ ما حملته من أصناف المقبلات والأطباق الرئيسة. رأته يقلب الصفحات، ثم عاد النادل بعد دقائق ينتظر أن يسجل طلباتهما. طلب الحبيب مقاول البناء المعروف زجاجة نبيذ. التقت نظراتهما فابتسمت، ثم طلبت هي مشروبا غازيا. هم بالتعليق ثم تراجع، إذ خشي أن تسيء فهمه فتؤول أمسيته تلك إلى فشل. تناول عشاءهما. بدا المقول وقد نزع إلى السكر. قال لها إنهما سيمضيان الليل في فندق غير بعيد. لم تعقب على ما قاله. جاء النادل حاملا ورقة الحساب، نظر إليها. من جيب معطفه أخرج رزمة من الأوراق النقدية قدرتها الفتاة ب20,000 درهم. استل منها عدة أوراق من فئة 100 درهم ووضعها في الدفتر المغلف بجلد بني فاتح. كان النادل يقف غير بعيد، جاء مبتسما وحمل الدفتر. قال له الحبيب أن يحتفظ بالباقي لنفسه. انصرف النادل شاكرا. رأته الفتاة يلتفت نحوهما بعد أن مشى بضع خطوات. في الشارع ازداد المطر غزارة. وقف الحبيب، رأته يكاد يسقط، توكأ على المائدة ثم تماسك، وضع يده على كتفها وخرج. ومضت أضواء السيارة، فتح لها الباب وأغلقها بعد أن اقتعدت الكرسي الوثير، ثم ركب وأدار المحرك. بعد مسافة لم تكن بعيدة توقف بباب فندق، طلب منها أن تنتظره. قالت له إنها لا تريد أن تدلي ببطاقة تعريفها. ابتسم لها ولم يقل شيئا. مر ما يقرب من نصف ساعة ثم جاء يتمايل، فتح الباب ودعاها إلى الدخول إلى الفندق. كان قد رتب كل شيء. دخل المصعد الذي توقف في الطابق الثالث، تقدم وكانت تتبعه، ثم توقف عند باب وفتحه. التفت إليها ودعاها إلى الدخول. كان يبدو ثملا. قال لها إنه سيستحم. ابتسمت وهي جالسة على حافة السرير. وضع معطفه وقميصه ثم دلف إلى الحمام. جاءها صوت الماء المتدفق من الرشاشة. اطمأنت إلى أنه منهمك في الاستحمام. مضت إلى معطفه وأخرجت رزمة الأوراق النقدية ووضعتها في ذلك الملف الذي كانت تحمله وتسللت خارجة. خرجت من المصعد وغادرت الفندق. غير بعيد استوقفت سيارة أجرة واختفت. خرج الحبيب من الحمام وهو يظن أن تلك التي قالت إن اسمها وصال في انتظاره لم تترك لها أثرا. لم يخامره شك في أنها فتشت معطفه، ولم يخب تكهنه إذ سرعان ما اكتشف أنها سرقت رزمة الأوراق النقدية. جلس على حافة السرير حيث كانت تجلس. في حي الوفاء في حدود 11:30 توقفت سيارة أجرة في أول زنقة تانسيفت. نزلت الفتاة بعد أن دفعت للسائق، مشت بخطى متأنية. ولما سمعت سيارة الأجرة وقد تحركت وعادت من حيث أتت، تراجعت إلى مطلع الزنقة ودخلت في زقاق لم يكن به أحد. لم تفتح مطريتها وجرت إلى منزل من 3 طوابق وفتحت الباب. اعتاد جيرانها على دخولها المتأخر. كانت تسكن بمفردها في إحدى شقتين صغيرتين في الطابق الثاني.
عدا دخولها المتأخر ذاك، وقد بررته بأنها تعمل في مطعم وأنها تغادر مكان عملها متأخرة أغلب الأحيان، لم يكن الجيران يشكون أيا من سلوكها. تعلم أن ذاك الذي زعم أنه الحبيب يحيى مقاول البناء ذائع الصيت لن يهدأ له بال حتى يعثر عليها. لما أقفلت باب شقتها بالمزلاج جلست في صالون صغير وأخرجت من ملفها ذاك صيد ليلتها تلك، فكت رباط رزمة الأوراق النقدية وكانت كلها من فئة 100 درهم وراحت تعدها، عدتها مرتين وثبت لديها أن ما سرقته بلغ 23,000 درهم. وهي تنظر في تلك الأوراق النقدية كانت تفكر في مكان آمن تودعها فيه، وضعتها في كيس بلاستيكي ثم أخفتها في رف كبير في الحمام تظن أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بوجود ذلك المال هناك. على مدى 2 لم تغادر شقتها تلك إلا ما كان من نزولها إلى البقال القريب لشراء بعض ما تحتاج إليه، ثم قررت النزول إلى وسط المدينة تتحين فرصة جديدة. غيرت هيئتها ولم تعد بمنظر تلك الشابات اللواتي ترتدن المعاهد والمدارس، صارت تبدو مختلفة. تدرجت في جولتها ذاك المساء إلى الكورنيش، وبينما هي تمشي غير بعيد عن المطعم حيث استضافها الحبيب قبل 2، رأت سيارته، في كل الأحوال هي سيارة تشبهها، لم ترتبك، وقررت المرور بمحاذاتها بخطوات ثابتة. لم يكن في السيارة أحد، وقد أيقنت الآن أنها سيارته تلك التي ركبتها معه. بعد أن تجاوزتها 50 مترا أو بما يقرب من ذلك أحست بخطى مهرولة تتبعها، ثم سمعت صوته ينادي وصال وصال. لا يخامرها الآن أي شك في أنه هو، لم تلتفت، وقع الخطوات يقترب أكثر فأكثر وصوته يكرر اسم وصال، ذاك الذي زعمت له أنه اسمها، ثم أمسك بها من ذراعها. التفتت ونظرت في عينيه وكأنها لم تعرفه، نظر في وجهها تردد ثم قال لها أيتها السارقة. تفلتت منه وهي تصرخ في وجهه تدعوه أن يلزم حدوده، أربكته صرامتها. مع ذلك على مسمع من 20 أشخاص تجمعوا حولهما قال إنها سرقت منه أكثر من 20,000 درهم. ملامحها التي توحي بأنها امرأة محترمة وبأن هذا الذي يتهمها بالسرقة إنما شبهت له على الأرجح جعلت المتحلقين ينحازون متضامنين معها. وقد راقها ذلك واتهمته بالتحرش بها ثم قالت إنها ستطلب الشرطة. تراجع وقد صار أقرب إلى الاقتناع بأنها تشبهها. قالت للمتحلقين وهي تخرج بطاقة تعريفها إنها ليست تلك التي يدعوها وصال وإن اسمها عزيزة. لم يكن من بديل أمام الحبيب غير التراجع والانسحاب. بعد 4 أسابيع كانت تقف في نفس مكان وقوفها قرب تلك المدرسة الخصوصية تحمل في يدها دفاترها. مر الحبيب لمحها، تجاوزها قليلا رأت أضواء الفرملة تتوهج، ولما أدركت أنه يريدها أسرعت الخطو وابتلعتها زنقة جانبية. دخلت باب عمارة مجاورة ورأته يمر بسيارته الفارهة، تعلم أنه سيظل يلاحقها، وتعلم أنه سيكون عليها التلون بكل الألوان وأن تضع كل الأقنعة حتى ينساها. في القصرين بتونس في واحد من مجموعة بيوت يمر بمحاذاتها شارع خير الدين يسكن العرب مسيكا مع والديه وثلاثة من إخوته. هي واحدة من العائلات التي في الظاهر تبدو بلا مشاكل. يعمل الأب سعيد مسيكا في إحدى مقاهي وسط المدينة، له بنت واحدة هي أصغر أبنائه انقطعت عن الدراسة قبل 2، وله 3 أولاد يعمل 2 منهم في ورشة للنجارة. أكبرهم العربي لم يفلح في الدراسة ولا تعلم صنعة يكسب منها قوت يومه. هو الآن في 32. منذ سنوات، منذ أن بلغ 20، صار والده يتجاهله ولا يفتأ يكرر أنه أعياه نصحه وتوجيهه. بالنسبة إليه فإن العربي
حالة ميؤوس منها. في غرفة على السطح سقفها من صفائح زنك وأخشاب يمضي العرب مسيكا لياليه. في ركن من الغرفة موقد نار يعمل بالغاز الطبيعي، وخارج الكوخ بجوار صنبور الماء اليتيم مخبأ يتخذه بيتا للنظافة. هو ذاك عالمه الذي لا يدخله أحد غيره. على الجدار مشاجب علقت عليها ملابس من أشكال شتى، أغلبها بالية. خلف الباب عكازان معدنيان كتلك التي يتوكأ عليها من بأطرافهما السفلى علة. من يعرف السلامة البدنية التي عليها العرب سيستغرب حتما لوجود العكازين. يعود العرب إلى المنزل في ساعة متأخرة من المساء، يتسلق السلم إلى الطابق الثاني. تعلم والدته وإخوته أنه حضر حين يصلهم الصوت الذي يحدثه الباب الحديدي الصدئ لما يتم فتحه. كان صوتا مميزا. يسهر إلى ما بعد منتصف الليل ولا يستيقظ إلا بعد أن ينتصف النهار. ما كان يثير الانتباه أنه منذ فترة ليست بالقصيرة لم يعد يتحين فرصة خروج والده إلى عمله ليبحث في مطبخ العائلة عما يقتات به. وقد دفع الفضول أمه مرة إلى سؤاله عما إذا كان وجد عملا، رد بكلام لم يحمل جوابا واضحا، قال إنه يحاول أن يجد عملا. لم تمض في سؤاله إلى أبعد من ذلك، رأت أن الأهم أن لا يأتي إليها يطلب مالا وأن يتولى أمر نفسه، وكذلك طوي الموضوع. حين يغادر المنزل يحمل معه حقيبة صغيرة كتلك التي يضع فيها الرياضيون ملابسهم. أحيانا يحمل معه العكازين أو أحدهما. يرى كل يوم في التوقيت نفسه تقريبا في شارع خير الدين أو وهو يعبر شارع عبد العزيز السبيكي. ليس في هيئة الرجل ما يجعله مختلفا عن عموم العابرين من هناك. لا يلبث أن يختفي. الأيام عنده تتشابه أو تكاد. ذات يوم ولم يحدث ذلك من قبل، صعد شقيقه متولي الذي يعمل في ورشة للنجارة إلى السطح، ولم يكن قد فعل منذ أمد بعيد. لم يكن العربي موجودا. أحس بوسوسة بداخله تدفعه دفعا إلى اقتحام عالم العربي الذي يخالونه غريبا يعج بالأسرار. حاول أن يقاوم تلك الوسوسة التي تلح عليه، ولكنها كانت الأقوى. اقترب من الباب الحديدي الذي يذكر ما ظل به من صباغة أنه كان بنيا. لم يكن يخامره شك في أنه مغلق، ولكنه قرر أن يحاول فتحه ثم تراجع. مضى إلى النافذة الوحيدة، زجاجها الشفاف وغياب ستارة يتيح له أن يرى ما في الداخل. الصمت يعم المكان. عاد إلى الباب، فتحه بعزم ودخل بخطو حذر. تلك الملابس البالية التي تتدلى من المشاجب المثبتة على الجدران لفتت نظره. قرب السرير كأس به بقية من شاي أسود ومرمدة بها الكثير من أعقاب السجائر. على طاولة فقدت أحد أرجلها وأسندت إلى الجدار صحنان وملعقة كبيرة من الألومنيوم وآنية بها بقية من معجنات. يجول بنظره في الغرفة دون أن يلمس شيئاً. على رف تكاد تحجبه الملابس المعلقة لمح صندوقا خشبيا. أمسك به لينزله حتى يكتشف ما بداخله، وقد فاجأه ثقل الصندوق. أنزله بلطف ووضعه على أرضية الغرفة، رفع عنه غطاءه فأذهله ما رآه. الصندوق مليء عن آخره بقطع نقدية مختلفة. جلس على أرضية الغرفة وظل يتأمل ذاك الكنز الصغير الذي وقع عليه. كانت القطع النقدية مرصوصة صفوفا، فوق الصف الأخير بضع قطع لا تكمل صفا. ودمت ولي لو أنه استطاع إفراغ الصندوق مما فيه وإحصاء ذلك المال. يعلم أنه إن فعل سيفتضح أمره. لا يدري كم مر من الوقت. حمل الصندوق وأعاده إلى مكانه، وقد أوحى إليه ما اكتشفه بأن العربي قد يكون يخفي في مكان آخر ما تفوق قيمته ما في ذلك الصندوق الخشبي. فتش جيوب معطفين ولم يعثر بهما على شيء، ثم انحنى ينظر تحت السرير. رأى زوجي حذاء،
وبينما كان يهم بالخروج نظر إلى السقف فرأى محفظة جلدية صغيرة بين عارضتين خشبيتين. جاء بكرسي كان بجوار الباب وارتقاه، سحب المحفظة. قبل أن ينزل من الكرسي سارع إلى فتحها، وقع نظره على رزمتين من الأوراق النقدية تغلب عليهما ورقتا 5 دنانير و20 دينارا. تساءل، من أين للعرب بكل تلك الأموال؟ لا أحد في البيت يعلم له عملا. أعاد المحفظة الجلدية إلى مكانها، ثم أعاد الكرسي إلى حيث كان. غلب الذهول الذي اعتراه ومسح الغرفة بنظرة. لما اطمأن إلى أن كل شيء صار مكانه كما كان، غادر الغرفة. يحس بثقل ما يحمله في صدره. السؤال إياه يجلجل في دماغه، من أين للعرب بكل ذلك المال؟ وهو ينزل السلم قرر أن يمضي بعيدا عن المنزل حتى لا تسأله أمه، وكذلك مضى إلى مقهى في شارع 9 أبريل 38 900 وألف. يظن أن ابتعاده عن أجواء العائلة سيتيح له فرصة لمحاولة فك لغز الصندوق الخشبي المملوء قطعا نقدية وتلك المحفظة الجلدية التي تضم في أحشائها رزمتين من أوراق 5 دنانير و20 دينارا. وهو يفكر في الأمر لم يستثني أن يكون شقيقه الأكبر يقوم بنشاط غير قانوني كالاتجار في المخدرات. هو يعلم أن العرب يدخن ويفرط في التدخين أحيانا، ولكنه لم يعلم قط أنه يتعاطى المخدرات. ثم قال لنفسه، إن أغلب تجار المخدرات لا يدمنون عليها، يبيعونها لزبنائهم، يأخذون منهم أموالهم، ثم من مكان بعيد يتفرجون عليهم وهم يعانون الإدمان. بتلقائية رفع إلى فمه زجاجة المشروب الغازي فاكتشف أنها فارغة. قرر أن لا يخبر والديه، وأن يجعل شقيقه الأصغر سليم شريكه فيما يهم به من استكشاف لعالم الشقيق الأكبر. لن يجد صعوبة في الانفراد به، فهما يتقاسمان غرفة النوم. كان يوم عطلة، عاد إلى البيت ومضى إلى غرفته. لم يكن سليم موجودا في الليل، متسع للحديث عن هذا الأمر الذي يحيره. بدت له طويلة الساعات التي انتظر فيها عودة سليم. لما جاء ما أن رآه حتى دعاه إلى غرفتهما. حين حكى له عما اكتشفه في تلك الغرفة على السطح التي يتخذها العرب سكنا، أصيب بالذهول. حكى له عن الصندوق وعن المحفظة الجلدية. لم يكن سليم وهو يسمع أقل استغرابا من متولي حين اكتشف ما اكتشفه. لما تخطيا لحظات التعجب والاستغراب، اتفق على أن يتبع شقيقهما الأكبر ويسلك مسالكه. قال متولي إن ذلك وحده الكفيل بكشف مصدر ذلك المال. طلب من رب ورشة النجارة التي يعملان بها عطلة من يوم واحد. يومها بعد أن تناول وجبة الفطور ظل في البيت ينتظران لحظة خروج العربي. جعلهما ينتظران حتى منتصف النهار. كان يوما ربيعيا. سمع الباب الحديدي المفضي إلى السطح ينفتح، تلاه وقع خطى العربي. لما أيقن أنه خرج نزل يقتفيان أثره. صعد شارع خير الدين ثم انعطف في شارع عبد العزيز سبيكي. علق على كتفه تلك المحفظة التي تشبه حقيبة الرياضيين. في يده العكازان المعدنيان يمشيان وراءه. لم ينتبه، المسافة بينهما وبينه تمتد لأكثر من 20 مترا. عبر إلى شارع 9 أبريل. فاجأهما بأن دخل إلى بناية سكنية عند ملتقى شارع 9 أبريل وفرحة حشاد. لم يستطيع إلى اتباعه سبيلا، وقف ينتظرانه فقد يغادر سريعا. اتخذ لهما مكانا يسمح لهما بمراقبة باب تلك العمارة. مر ما يقرب من نصف ساعة لما ظهر بالباب رجل يرتدي أسمالا ويتوكأ على العكازين. في رجله ضمادة بيضاء تنتشر عليها بقع حمراء. الطربوش الصوفي الذي يضعه على رأسه يغطي نصف وجهه. مشى في شارع 9 أبريل. للحظات تجاهل متولي وشقيقه سليم ذلك الرجل الذي يمشي بصعوبة.
ثم انتبه سليم إلى أن الحقيبة التي يعلق على كتفه الأيسر تشبه حقيبة العربي. انتظر دقائق أخرى، الرجل المتوكئ على العكازين يكاد يصل إلى نهاية شارع 9 أبريل. صار يشكان الآن في أنه العربي. تقدم قليلا في شارع 9 أبريل، ولما رأياه يتوقف كمنا يراقبانه، توكأ على جذع شجرة، ثم شاهد امرأة تتوقف عنده وتفتح حافظة نقودها وتضع قطعة في صحن لماع كان يمده، وكما فعلت المرأة فعل عدد من المرة. وأيقن سليم ومتولي أن شقيقهما الأكبر الذي لم يفلح في الدراسة ولا قبل تعلم صنعة اختار التسول حرفة. أصيب بخيبة أمل كبيرة، لم يتبادل غير نظرات، تركاه وعاد إلى البيت. انتظر وصوله في حدود منتصف الليل فاقتحم عليه غرفته، قال له إنهما كشف سره وإنهما اتبعاه ورآياه يتسول. حاول أن ينكر، ولكنهما قص عليه تفاصيل بداية يومه ذاك. لم يجد غير دمعات للرد. حسباه قد فكر في التوبة والبحث عن عمل يحفظ له ماء الوجه، ولكنه في اليوم التالي خرج كما كان يفعل وسلك الدروب نفسها وأمضى يوما آخر يتسول. قبل 40 عاما استقرت ماجدالينا في بلدة ألمانسية في أطراف إشبيلية، هي الآن على مشارف 60، وقد توفي زوجها غييرمو رامون منذ 10 سنين وترك لها منزلا صغيرا في زنقة سان دييغو. تعيش ماجدالينا وحيدة منذ أن مات الكلب تومي 3 سنوات بعد رحيل غييرمو. لم تكن ماجدالينا تقيم روابط قوية مع جيرانها إلا ما كان من لقاءات عابرة في مناسبات دينية أو اجتماعية. لم تكن من المواظبات على الحضور إلى الكنيسة لقداسات الأحد، وكان ذلك يثير لدى البعض تساؤلات. الذين يعرفونها منذ فترة طويلة كانوا بين فينة وأخرى يستحضرون كفاءاتها الرفيعة في الفلامينكو، منهم من كان يتساءل في حضورها نفاقا أو صدقا عن الأسباب التي حالت دون احترافها الرقص. كانت تكتفي بابتسامة بها بعض من خجل. لم يكن غييرمو يشجعها على ذلك، وإن كان لا يخفي بعضا من نشوة وافتخار حين كان الآخرون يغرقون في الحديث عن قدرات زوجته. ما قبل 40 عاما التي أمضتها ماجدالينا في ألمانسية لم يكن يعرفه سوى غييرمو، وقد ظل محتفظا بأسرار تلك الحقبة وحملها معه دون أن يبوح بها لأحد. تعرف إليها غييرمو في العام 1958، كان في 25، وكانت هي في 15 أو 16. يومها كان في زيارة إلى شفشاون، وقد صادفها في أحد دروب المدينة. كان كلما استحضر تلك اللحظات يعيد على مسامعها الذي أحس به لما التقت عيناه بعينيها. قال إنه خال نفسه يومها في غرناطة ذات زمن أندلسي زاهر. كذلك كان يقول كلما استحضر تلك اللحظات التي حولت حياته. ثم اكتشف أن الفتاة التي أسرت قلبه تعمل خادمة في منزل إحدى الأسر الميسورة الحال، تغادره حين يحل المساء وتمضي إلى منزل قديم تقضي فيه الليل. سيعلم لاحقا أنه كان يعود إلى تلك الأسرة التي تستخدمها. غييرمو ذو 25 ربيعا كان قد أنهى الخدمة العسكرية قبل بضعة أشهر، وقد جاء إلى شفشاون في رحلة سياحية عبر عدد من مناطق شمال المغرب. بعد 3 أيام قرر الاقتراب منها. قابلته بنفور واستنكار، كانت تفهم الإسبانية، لم تكلمه في مرات أولى، ولما لمست منه إلحاحا سألته عما يريده منها. تذكر أنه ضحك، كانت تتوقع أن يقول لها شيئا من قبيل إنه يريد أن يخرج معها في نزهة كما سبق وأن سمعته أكثر من مرة من شبان بل ومن كهول شفشونيين، ولكنه بعد أن ابتلع ما تبقى من ضحكته قال لها أحبك. اهتزت الفتاة، لم يسبق لها أن سمعت كلاما بكل تلك القوة. أحست بحرارة تخترق وجنتيها،
نظرت إليه كان يبتسم ابتسامة مترقب للرد، ولكنها هربت منه. عاد غييرمو في اليوم التالي، استوقفها قبل أن تبلغ الدرب حيث المنزل القديم الذي تأوي إليها. يومها قال لها اسمه، يومها قال لها إنه يريدها. بعد تلك اللقاءات القليل عددها، أحست بأنها تجد في نفسها ميلا لا تفهمه إلى هذا الشاب، وللمرة الأولى اتفقت معه على لقاء خارج أسوار المدينة. ما تعرفه من إسبانية يتيح لها تواصلا مقبولا مع هذا الأجنبي، ولعلها المرة الأولى التي نظرت فيها إلى عمق عينيه. المراهقة التي كانت رأت في تلك النظرات حبا لا يخفى. عادت الفتاة واسمها الغالية إلى مأواها في عمق المدينة القديمة. كانت في حيرة، كيف لها أن تقيم علاقة مع شخص غريب في ذلك البيت الذي لا يتقاسمه معها أحد؟ كانت تخاطب نفسها بصوت مسموع، وكانت تتخيل الذين تريد مخاطبتهم، تضع لهم ملامح وأصواتا. في ذلك البيت لا يوجد من يأمرها بالسكوت أو يعلق على ما يصدر عنها من كلام. هنا هي الآمرة الناهية، وحتى الذين تريد مخاطبتهم ملزمون بسماع ما تقول وبالتعقيب بالكلام الذي تريده هي، هو عالمها. في تلك الليلة كان مخاطبها ذاك الشاب الإسباني الذي قال إن اسمه غييرمو. كانت وهي تخاطبه تستحضر واقعها قبل 5 سنوات، لما كانت في 10 أو 11 علمت أنها يتيمة الأبوين. قيل لها إن والديها ماتا في حادثة سير بينما كان في الطريق إلى مولاي عبد السلام. لم تعلم لهما قبرا، ولا أخبرها أحد بما إذا كان لها إخوة. كل ما تعرفه أنها محسوبة على تلك الأسرة التي تخدمها لقاء اللقمة. كانت بنات تلك العائلة ممن كن في سنها أو قريبات منها تذهبن إلى المدرسة، وكانت هي تغسل ملابسهن وتكنس غرفهن وتساعد ربة البيت في إعداد الطعام. تلك هي حياتها، ولا ترى لها أفقا أبعد من واقعها ذاك. يبدأ يومها قبل طلوع الشمس وينتهي عند الغروب. في تلك الليلة سألت نفسها عن علاقتها بتلك الأسرة، لم تجد لسؤالها جوابا. خافت أن تمضي أبعد في النبش، اتخذت قرارها بالهروب من حياتها تلك التي لا أفق واضح لها. قبل أن يهزمها النوم قررت أن تبلغ الإسباني بما انتهت إليه. في الصباح مضت كعادتها إلى منزل تلك الأسرة، أعدت وجبة الفطور ووضعتها على المائدة، ثم انزوت هي في المطبخ تنظف ما اتسخ من الأواني. لقد تعلمت منذ سنين أنه لا ينبغي لها الجلوس إلى المائدة جنبا إلى جنب مع أصحاب الدار. في المساء قبيل المغرب، وكانت على موعد مع غييرمو، حملت ما فضل من طعام الغذاء لتتخذه لها عشاء، ثم غادرت. وضعت ما حملته من طعام في غرفتها ومضت إلى موعدها مع الإسباني. مساء ذلك اليوم أبلغته برغبتها في الرحيل عن شفشاون. تلقف رسالتها سريعا وعرض عليها الرحيل معه إلى إسبانيا. لم تقوى على الكلام، حركت رأسها موافقة وهي تحبس دموعها. قال لها إنه سيدخلها إلى سبتة، ومن هناك سينتقلان بحرا إلى إسبانيا. تواعد على اللقاء في الصباح الباكر في محطة الحافلات. منذ إذن لم تعلم خبرا لتلك العائلة التي اتخذتها خادمة لقاء لقمة مما يفضل عن موائدها. لم تعد الغالية بعدها إلى شفشاون. ذاك سر لم يعلم به أحد من معارفها في المانسية ولا في أنتيكويرا قبل ذلك. تذكر أنهما أمضيا 3 أيام في سبتة في منزل صديق لغييرمو. كان يجد صعوبة في نطق اسمها الغالية. أبلغها أنه سيناديها ماغدالينا. ضحكت كالمجنونة ليلتها، انتابها شعور غريب وكأنها تدفن ماضيها القريب لتبدأ حياة جديدة. لقد خلفت شفشاون وراءها، وها هي تقرر ألا تلتفت إلى الوراء. في سبتة اشترى لها غييرمو لباسا كذاك الذي ترتديه الإسبانيات. اعتمرت قبعة تتدلى منها شبكة رفيعة لا تحجب الرؤية ولكنها تموه الوجه، بدت أكثر جمالا. لما ركبت الباخرة وكانت تفعل للمرة الأولى،
صعدت رفقته إلى السطح. كان الوقت ضحى، ورأت اليابسة تبتعد، والدلافين وأناسا كثيرين لمحت من بينهم وجوها تشبه تلك التي كانت ألفتها في شفشاون. عمل غييرمو في أنتيكويرا سائق حافلة، وكان عمله ذاك يضمن له دخلا قارا. بعد 3 أشهر قرر الزواج منها. كان عليه أن يستخرج لها وثائق هوية، وكذلك صارت تحمل اسم ماغدالينا الرامون. بعد 5 سنين أمضياها في أنتيكويرا، قرر غييرمو الانتقال إلى إشبيلية حتى يكون أقرب إلى والدته التي كانت تسكن في حي تريانا. تعاطى تجارة الخضر والفواكه، اشترى شاحنة صغيرة كان يجوب على متنها جهات عديدة من الأندلس، يستقدم إلى إشبيلية الخضر والفواكه وفق ما يتوفر منها كل موسم. وكذلك استطاع أن يوفر مبلغا هاما من المال، اشترى به المنزل الذي استقر به مع ماغدالينا. منذ أن توفي غييرمو لم تعد ماغدالينا تختلف إلى الكنيسة، في مرات قليلة تشاهد هناك. كان أكثر ما تحبه أيام لافيريا، ذاك المهرجان الذي يمتزج فيه الدين بالتاريخ بالأساطير وتنشط فيه التجارة والغناء. وكلما حضرت المهرجان الذي يقام مستهل الربيع من كل عام، استحضرت تلك المرة الأولى التي شهدتها. كان معها غييرمو، وللمرة الأولى انخرطت في وصلات الفلامينكو، شدت إليها الأنظار، وجاء إليها وهي تقف بجوار غييرمو من أغدق عليها بعبارات الإعجاب. كان ذلك يثير لديه غيرة اعتادتها، فيعجل بعودتهما إلى البيت أو يقترح الذهاب إلى فضاء آخر. في المنسية الآن وقد توفي غييرمو، لم تعد تستقبل الكثير من الضيوف. وحدها كراميلا جارتها الأرملة مثلها كانت تتبادل معها الزيارات. وقد صارت المرأة التي كانت مثلها على مشارف الستين صلتها الوحيدة بمحيطها. ذات صباح وهي ترافقها إلى المقبرة لتضع إكليلا من الزهور على قبر غييرمو، سألتها عن سبب غيابها عن قداسات الأحد في الكنيسة. وحتى تضفي على الموضوع ما يحتاجه من جد، قالت لها إن الكاهن سأل عنها أكثر من مرة. صمتت ماغدالينا دقائق طويلة، ثم اكتفت بالقول لست أدري. وقد لمست فيما قالته كراميلا ما أوحى إليها بأنها وربما جارات أخريات تساورهن شكوك حول عقيدتها المسيحية. في يوم الأحد الذي تلا ذلك الحديث، كانت كما فعلت مرات في الماضي تجلس في الصف الأمامي حتى يراها الكاهن الذي ألقى موعظته التي لم تكن تختلف عن تلك التي ألقاها في مرات سابقة. لم تكن ماغدالينا تدري أن حضورها ذاك القداس سيكون الأخير. مساء ذلك اليوم وهي تأوي إلى فراشها، أحست بضيق في التنفس وتوهمت أنه الموت يحيط بها. كان لها دفتر تدون فيه ذكرياتها منذ أن تعلمت الكتابة. أخرجته وجلست إلى الطاولة ثم كتبت: أحس بتعب شديد. يبدو أنها كانت تهم بكتابة شيء آخر لما سقطت على الأرض. في الغد مساء جاءت كراميلا لزيارتها، طرقت الباب مرات عديدة، ولما لم يأتها جواب أبلغت الشرطة. حين اقتحم المنزل عثر عليها جثة هامدة. انكب المحققون على دفتر ذكرياتها، فيه كانت قصتها الكاملة. في سيدي عمور بوحجلة إلى الجنوب من القيروان منذ العام 2000 صار الهادي بن بوزيد وجها مألوفا. النظارات السوداء التي تغطي نصف وجهه والعصا التي صبغت بالأبيض تجعل الجميع يدرك أن الرجل أعمى. وكان ما يلفت إليه الانتباه قدرته على التنقل في البلدة وحيدا، دليله عصاه التي يتلمس بها طريقه. ليس كثرا الذين يعرفون أن الهادي ليس وافدا غريبا على البلدة، وإنما هو سليل إحدى أكبر عائلاتها. وقد غادر سيدي عمور بوحجلة لما اقتضى بلوغه الطور الثاني من الدراسة الانتقال إلى القيروان، ومنها إلى تونس العاصمة لمتابعة الدراسة الجامعية. بعد أن حصل على دبلوم في الهندسة الكهربائية استقر في العاصمة، حيث كان يعمل في شركة لإنتاج وبيع المعدات الكهربائية. قليلا ما كان الهادي يزور بلدته حيث رأى النور،
ثم انقطع لما قضى والداه في حادثة سير بالديار المقدسة لما كان يؤديان مناسك الحج. كانت له شقيقة واحدة تعيش في فرنسا مع زوجها المنجي الذي هو في الآن نفسه ابن عمهما أحمد. كانت شقيقته واسمها وردة تدعوه بإلحاح إلى اختيار شريكة العمر والزواج. لم تكن تخفي عنه أنها ترى أن زواجه هو الضمانة الوحيدة لكي تبقى عامرة دار الحاج بوزيد. كان الولد الوحيد وترجو منه أن ينجب ولدا يكون امتدادا لذرية الحاج بوزيد الحجلي. كان ما يشجع وردة في الإلحاح على شقيقها أنها علمت أنه لما كان طالبا في الجامعة ارتبط بزميلة له بعد أن أحبها وأحبته كما كان يبدو. ولكن العلاقة بين الشابين ما لبثت أن ساءت، وقيل إن أطرافا تدخلت وعكرت صفو الجو بينهما، ثم افترق الهادي وياسمينة، ذاك هو اسمها. لم يكن أمرا يسيرا أن يفترقا بعد علاقة حب استمرت 4 أو 5 سنوات. الذين عرفوهما لم يكن يخامرهم أدنى شك في أن تلك العلاقة مآلها إلى زواج. ولكن ما كان يتكهن به وينتظره الجميع لم يحدث، فقد جاء من قال له وسوسة إنها تخونه مع طالب من صفاقس كان يدرس في شعبة الفيزياء. ولأنه سبق أن لمس لديها بعض إعجاب بالشاب في إحدى المناظرات صدق ما قيل له، ولم يصدقها حين أقسمت له على أن ما قيل كذب وافتراء. أنانيتها لم تسمح لها فيما يبدو أن تمضي أبعد مما مضت إليه. وانتظر أن تهدأ العاصفة، فقد تعود على أن تكون كل قراراتهما هادئة وبعيدة عن الانفعالات. كذلك كان يقولان كلما استدعى الأمر اتخاذ قرار أو مبادرة. وكذلك أعلن قرارهما بإنهاء تلك العلاقة التي حسباها ومعهم من في محيطهم علاقة واعدة. أنهت ياسمينة دراستها وهاجرت إلى كندا. علم بضع سنوات بعد ذلك أنها تعمل في شركة لصناعة السيارات وأنها تزوجت وأنجبت. وهو ينصت إلى من أبلغه الخبر كان يقول لنفسه وما الذي يهمني في الأمر؟ ولأنه لم يحبب بعد حبه لياسمينة انكفأ على نفسه ولم يسعى إلى تجربة جديدة، ووهب كل وقته وتفكيره للعمل في إنتاج وتسويق المعدات الكهربائية. وذات مساء من العام 99 900 وألف، بينما كان يتفقد إحدى الآلات ضمن برنامج للصيانة، وقع انفجار عنيف. استعاد الهادي وعيه بعد فترة لم يكن ليقدر مدتها. كان يقول حين يأتي على ذكر تلك الحادثة المشؤومة إنه حسب أنه مات. ومع استعادته وعيه لم يكن يستطيع الرؤية، وقد ظن أن الضمادات التي وضعت على عينيه هي التي تحجبها عنه. كان يسمع ما يدور حوله ولكنه لا يرى الوجوه. ثم ذات مرة سأل من حسبها ممرضة عن المدة التي ستبقى الضمادات على عينيه. أحس بالمرأة التي لا يرى وجهها وكأنها فوجئت بسؤاله. ترددت قليلا ثم جاءه صوتها يقول سيتم نزع الضمادات لما يبرأ الجرح إن شاء الله. لم تضف الممرضة شيئا. هو يعي أن كلامها لم يحمل إليه الجواب الذي كان يترقب، ومع ذلك قرر أن يتخذ من كلماتها تلك بصيص أمل يتمسك به بإصرار. ثم مضى بخياله بعيدا يضع لذلك الصوت الدافئ ملامح فتاة كأجمل ما قد يخاله رجل. مرت الأيام التي لم يكن يقوى على عدها. كانت له ليلة طويلة لا يأتيها ضوء القمر ولا الشمس تلقي إليها بشعاع. هو ظلام دامس كالجدار الأصم يحول بينه والحياة. صار الأمل في استعادة البصر يتضاءل. لن ينسى الهادي أنه لم يتلق سوى زيارتين خاطفتين من إدارة الشركة، بعدهما لم يزره أحد. ثم غادر المصحة حيث أمضى 1.5 شهر. لم يعد لديه أمل في استعادة البصر، ففي لحظة سيعدها لحظة حقيقته الجديدة سيقول له الطبيب إنه لن يبصر أبدا. حمل إلى شقته في تونس، وكانت شقيقته وردة قد قدمت من فرنسا لعيادته. على مدى 2 أسبوع أمضتهما معه تعود على تلمس طريقه إلى دورة المياه وإلى المطبخ. لم يكن الأمر هينا.
ثم حان موعد رحيل وردة التي وهو في حالته تلك أوحت إليه بأن الأفضل له أن يتزوج، بل إنها وعدته بأن تبحث له عن امرأة تقبل أن تكون شريكة عمره وتعتني به. كان صمته تعبيرا عن رفض جديد، ثم سأل نفسه عما إذا كانت ياسمين لو تزوجها ستتحمله وهو على ما هو عليه الآن، يعلم أنها تزوجت غيره ولا داعي للانسياق وراء الوهم. ما حدث له لن يفقده عناده، صار أكثر ما يركز عليه أن يتعلم التنقل داخل الشقة، ثم بعد عدة أسابيع صار يتمرن على الخروج إلى الشارع. لن ينسى يوم خرج إلى الشارع وحيدا، الشارع صار أصواتا ليس إلا وقع أقدام وثرثرة على الرصيف وصياحا ومنبهات سيارات. يمشي الهادي وهو يحرص على أن يكون سيره على الرصيف، يحرك عصاه التي كسيت طلاء أبيض ذات اليمين وذات الشمال في عملية مسح تجنبه التعثر والسقوط. وكثيرا ما فاجأه أحدهم يقول انتظر انتظر، ثم يحس به يمسك به من ذراعه ليعود به إلى المسار الصحيح أو يعبر به الطريق إلى الرصيف المقابل. وتعود أن يردد على مسمع من يساعده عبارات شكر ودعوات إلى الله أن يجنب ذاك الشخص ما ابتلي به هو. بعد عام جاءه مسؤول من شركة صناعة وتسويق المعدات الكهربائية يبلغه بأن ملفه أحيل على شركة التأمين، وأن تلك الشركة هي التي ستصرف له ما يستحقه من أجر. وكذلك اكتشف الهادي أن ما حدث له سيجعل التغيير في حياته أعمق من كل ما كان يتصوره. ما تم تحديده كتعويض شهري لم يكن يكفي للبقاء في العاصمة، لم يبق من قرار أمام الهادي سوى قرار العودة إلى سيدي عمور بوحجلة. قال لنفسه وهو يتخذ قراره ذاك إن منزل والده سيجنبه الصعود إلى الطابق الثالث كما هو الحال في تونس، ثم إنه هناك قد يجد من يساعده لقاء أجر في المتناول، كذلك قدر. يوم وصل إلى سيدي عمور ولم يكن الأمر ليفاجئه، جاء من يطرق باب المنزل يسأل عن الوافد الجديد. يعلم الهادي أن الفضول هو ما دفع بهم إلى طرق بابه، وكان منهم من قالوا إنهم أبناء عمه أو عماته. خلال بضعة أيام جاء من يواسيه وسمع الكثير من عبارات المواساة، ثم انكفأ على نفسه. ظل لعدة أيام يتمرن على بلوغ مرافق البيت كالمطبخ أو الحمام. البيت لم يتغير منذ أن عاش فيه طفلا ثم يافعا، ولذلك سهل عليه سريعا التنقل بين غرفه. ما كان يؤلمه أكثر أنه لا يستطيع القراءة، وكم ود لو أن أحدهم تطوع ليقرأ له من تلك الكتب التي يفتقدها الآن. استعاض عنها بالراديو، ولكن الإذاعات التي يتسنى له التقاطها في سيدي عمور بوحجلة لم تكن لتقدم ما يروقه من برامج، وكذلك انقطع إلى سماع الموسيقى. كان من حين إلى آخر يقف بباب المنزل حتى إذا أحس بأحدهم يمر من هناك استوقفه وخاض معه في حديث لم يكن يهمه موضوعه بقدر ما كان يريد أن يتثبت من أنه يعرف الصوت وصاحب الصوت، حتى إذا ما اطمأن إليه طلب منه أن يشتري له شريطا يصفه لهذا المطرب أو ذاك المغني. اكتشف الهادي أصواتا كثيرة لم يكن يعرفها، تلك التي سطع نجمها في الغناء الشعبي والتراثي، صارت له لحية كثة. حين يخلو إلى نفسه يتخيل كيف تغير وجهه الآن وقد صار ملتحيا. الحلاق الذي اعتاد على زيارته كل شهر في سيدي بوحجلة يقول إنه أتقن تشذيب تلك اللحية وتصفيف شعر الرأس. كم مرة أحس بأنه يأخذ المرآة الصغيرة ليريه شكل الحلاقة، يحس به حين يسمعه يهم بالقول انظر، كانت كلمة تذكره بأنه فقد الإبصار. الألوان ذكريات بعيدة لديه، حتى ملابسه لم يعد يختار ألوانها، صار يفضل الألوان الداكنة، ولم يكن له من دافع سوى حرصه على ألا تظهر عليها الأوساخ سريعا. يحس بالحياة وكأنها تريد أن تفرض عليه رتابة يرفض أن يتعودها. في زمنه الماضي حين كان مبصرا كان يمضي أوقات ما بعد العمل في المطالعة أو في مشاهدة جديد السينما، الآن لم يعد متاحا له ذلك،
صار يمضي أياما دون أن يغادر البيت. وذات ليلة أحس بالغثيان وبدوار غريب، هم بالوقوف فوقع أرضا، كان على وشك أن يبلغ سريره. ظل ملقا هناك حتى الصبح، حين بدأ يسمع وقع الخطى في الخارج وضحكات صبية في الطريق إلى المدرسة. تذكر شقيقته وردة، وساوره إحساس غريب، وخيل إليه أنها قريبة منه. قال لنفسه إنما هو الشوق إليها. وفجأة سمع طرقا بالباب، انتظر أن يعاود الطرق، ولما طرقت من جديد اقترب منها وقال: من؟ افتح يا الهادي. هو صوتها لا يشبهه صوت آخر. فتح الباب، أحس بها تعانقه. كان معها شخص آخر، هو ابنها سليم الذي تخرج طبيبا لأمراض العيون. يحتفظ الهادي عن هذا الشاب بصورة طفل في الرابعة أو الخامسة من العمر، لم يره بعد ذلك ولم يسمع له صوتا. ما أن استقر بها الجلوس في الصالون حتى مضت تبشر الهادي بأنها ستصحبه معها إلى فرنسا لإجراء فحص دقيق لعينيه. قالت له وهي تنظر إلى جفنيه المغمضين: آمل أن تستعيد بصرك. قال له سليم إن الأمل في حدود 70%. كلماتهما تلك فتحت للهادي نافذة أمل جديدة على العالم. بعد 3 أسابيع كان رفقتهما في المطار، وفي مونبلييه حيث تقطن شقيقته نقل إلى مصحة متخصصة، وتقرر إجراء زراعة للعينين. لحظتها لم تكن متوفرة سوى عين واحدة. الضمادات التي وضعت على عينيه أحيت في ذاكرته تلك اللحظات التي سبقت الحكم عليه بالعمى. بعد 2 أسابيع أزيح الغطاء، ولم يصدق أنه عاد مبصرا. خضع الهادي لعملية زرع عين ثانية 6 أشهر بعد العملية الأولى، وكذلك استعاد الإبصار بعينيه 2. عاد الرجل الذي صار الآن في 45 إلى تونس، وبدأ معركة ضد شركة التأمين بعد أن تبين له أنها حدت من إمكانيات علاجه. في 1968 غادرت مدام مارغريتا القنيطرة، كانت آخر فرد من عائلة باكية الفرنسية. المدام مارغريتا بلغت 76، وقرر أبناؤها 3 الذين يعيشون في فرنسا في باريس وفي مونبلييه استقدامها للعيش بجانبهم. لقد ساءت حالتها الصحية في السنوات الأخيرة، وبدا لهم أن نقلها من ضيعة في أطراف القنيطرة إلى شقة في وسط المدينة لم يفي بالغرض المطلوب. الفراغ الذي تركه زوجها أوليفييه لم يتمكن أحد من ملئه. يقر الأبناء بأنهما كانا شديدي التعلق بعضهما ببعض. في تلك الضيعة التي تقع على الطريق المؤدية إلى سيدي علال البحراوي أمضت مارغريتا ما تعده أجمل سنوات عمرها، وهي محقة في ذلك. هناك أمضت طفولتها وشبابها، وهناك تعرفت إلى أوليفييه ابن عائلة باكي التي كانت تسكن ضيعة غير بعيد، وهناك تزوجا. كان حارس الضيعة الكبير في خدمة تلك الأسرة الفرنسية منذ سنوات طويلة. كل أولاده وبناته ولدوا في السكن الذي خصص له في أطراف الضيعة، ولذلك لما تزوجت مارغريتا اختارت لخدمتها واحدة من بنات الكبير، في حساباتها أن البنت التي كانت وقتها في 13 أو 14 من العمر تعرف الكثير عن طباع وعادات مارغريتا. لما كانت صبية كانت تعد مارغريتا وعائلتها من أفراد عائلتها، ولكنها وهي تكبر وقد بدأت تدرك حقيقة الأمور اكتشفت أن عائلتها هي إنما تخدم عائلة باكية الفرنسية. كان والداها يزرعان فيها ولدى شقيقاتها وأشقائها بذور سلوك الامتثال لما يطلبه أفراد عائلة باكي، الأطفال والآباء النساء والرجال. وقد فهمت الفتاة محجوبة أن والديها إنما كانا يسيران على ذلك النهج حفاظا على لقمة العيش، ولم يكونا يعدان تصرفات أفراد عائلة باكي اعتداء عليهم. كثيرا ما كان الكبير يردد على مسامع أبنائه وبناته
أن العائلة الفرنسية كانت تدفع له أجرا شهريا يتيح له الاستجابة إلى حد ما لمتطلبات الحياة، وأنه ينبغي الحفاظ على ذلك الدخل. حين يخلو إلى زوجته كان كثيرا ما يلفت انتباهها إلى أن ما تقوم به هي وما يقوم به الأولاد هو ما يجعل ثقة مشغليه فيه تكبر. توفي الكبير وماتت بعده زوجته، كما توفي أبوا مارغريتا التي آلت إليها الضيعة بعدهما. كبر أشقاء محجوبة أبناء الكبير وتزوجوا وانتقلوا إلى مدن مختلفة بحثا عن الرزق. ظلت محجوبة وهي في خدمة مارغريتا وأبنائها الثلاثة وزوجها أوليفييه آخر من يذكر بوجود عائلة الكبير في تلك الضيعة التي تحيطها أشجار صنوبرية وارفة الظلال. تزوجت محجوبة من أحد المزارعين كان يعمل لحساب عائلة باكي، واستقرت في المنزل ذاته الذي سكنه أبواها من قبل، وولد لها به بنتان وولد واحد سمته الكبير استحضارا لذكرى والدها الذي كانت كلما ذكرته تصفه بالرجل الطيب. لم تكن الوحيدة التي تشهد له بالطيبوبة، كل الذين عرفوا الرجل عن قرب يذكرون هدوء طبعه وتفانيه في خدمة مشغليه، بل إن كثيرين يظنون أن طيبوبته وتفانيه في الخدمة مما كان يجعل وساطاته لتشغيل شباب القرية التي ينحدر منها في مواسم الحرث والحصاد أو في مواسم جني الغلال تكلل بالنجاح. لم يكن زوج محجوبة بالقاسم، ذاك هو اسمه، قاسي الطبع مع زوجته، ولكنه كثيرا ما أفضى إليها بأنه لا يرغب أن ينتهي الأمر بولده الوحيد الكبير إلى خلافته في خدمة عائلة باكي. أحيانا كان يتحدث عن ذلك بنبرة تلامس حافة الغضب، وكذلك حرص على أن يدخله المدرسة. كان بذلك يمثل حالة من الحالات النادرة في عائلة بالقاسم وعائلة زوجته محجوبة، بل إنه لا يعرف أحدا من الدوار أرسل ابنا له إلى المدرسة. حتى تلك الفترة لم يكن من اليسير تقبل إرسال البنات إلى المدرسة. انتبهت مارغريتا بعد سنوات إلى أن ابن خادمتها محجوبة يذهب إلى المدرسة. كان ما فاجأها أنه صار يتحدث الفرنسية بطلاقة لم تعهدها في أوساط المزارعين الذين كانت تتعامل معهم. كانت كما زوجها أوليفييه تضطر إلى مخاطبتهم بدارجة فيها الكثير من الالتواء. لم يكن فهمها يسيرا على أولئك المزارعين، ولكنهم حين تذهب كانوا يجدون فيما نطقت به في نطقها للكلمات ما يتندرون به. ذات مرة قالت لمجموعة منهم إنها تعلم أنهم يسخرون من طريقة نطقها الكلمات العربية، وقد توقع البعض يومها أن تعاقبهم، ولكنها لم تفعل. انتقل الكبير ابن محجوبة إلى القنيطرة لمتابعة دراسته الثانوية. كانت مارغريتا تشجعه، بل إنها دعمته لدى معارف لها لقبوله في الثانوية، حيث كان أغلب التلاميذ من أبناء الفرنسيين أو الأجانب من جنسيات أخرى. وكان أكثر ما يشجع المدام مارغريتا، كانت تصر على أن يلازم لفظ المدام اسمها، أن الكبير الصغير، كذلك كانت تناديه لو بيتي كبير، أنه كان يحصل على نتائج جيدة أكدت تفوقه في الكثير من المواد. لم يكن تفوقه ذاك يعفيه من أن يساعد والديه في أشغال الضيعة حين تحل العطل، فيما يفضل لديه من وقت لما يكون الجو ربيعيا أو خلال أيام الصيف يجلس في مدخل منزل حارس الضيعة وينهمك في مطالعة الكتب التي يأتي بها من القنيطرة. وقد فاجأ ضيوفا كثيرين من الفرنسيين من معارف أوليفييه أو المدام مارغريتا بحسن اطلاعه على قضايا كثيرة مما كان يتصدر النقاش السياسي في فرنسا خاصة. كانت مارغريتا، المدام مارغريتا، تحرص على أن تبدي للضيوف نصيبها في تشجيع الكبير على التحصيل والدراسة. انتقل الشاب الذي من فك يبدي طموحا بقدر أحلام والده بالقاسم، انتقل للدراسة في فرنسا. كانت مارغريتا في 57 لما فقدت زوجها أوليفييه الذي قضى بسبب أزمة قلبية لم تمهله. وقد لاحظت محجوبة أن المرأة فقدت منذ إذن غير قليل مما كان لديها من حيوية ونشاط.
ثم صارت الأسقام تنال منها تباعا وتحت أسماء شتى. جاء كبير أبنائها أرتور الذي يقيم في باريس وأوحى إليها بضرورة الانتقال إلى مدينة القنيطرة حيث استأجر لها شقة وسط المدينة. أقنعها بأن ذلك سيكون أسلم لها إذ ستكون أقرب إلى الطبيب إن باغتتها أزمة. لم يبحث أرتور عن بديل لمحجوبة وزوجها بالقسم لتولي أمور الضيعة، يعلم أن الزوجين نشأ في خدمة عائلة باكي. همست أصوات في الدوار الذي ينحدر منه بالقاسم بأن الفرنسية رحلت وتركت له الضيعة بما فيها. لم يكلف نفسه عناء تصويب ما يرددون من كلام لا يقوم على أساس من الصحة. في العام 68-900 تم نقل مارغريتا التي بدأ يتقدم بها العمر إلى فرنسا حتى تكون أقرب إلى أبنائها. وذات مرة جاء من أبلغ بالقاسم وزوجته بأن الضيعة لم تعد ملكا للفرنسيين. رحل الرجل وزوجته إلى الدوار وانتهت قصة الضيعة. كان الكبير ولدهما قد استقر في مونبولي حيث كان يعمل في مكتب كبير للمحاماة. ذات مساء من العام 76-900 كانت ساعة إغلاق المكتب تقترب لما سمع قرع الجرس. نهض من مكتبه ومضى ليفتح الباب. وجد رجلا قدر أن يكون في الستين أو يقترب منها. نظرته ذكرته بشخص سبق له أن عرفه، ولكنه في تلك اللحظة لم يتذكر من. دخل الرجل، نزع قبعته الرمادية وجلس على كرسي بجوار المكتب. كان الكبير ينظر إليه بما أوحى إليه بأنه مستعد للإنصات إليه. تنحنح الرجل وقال إنه جاء إلى مكتب المحاماة لطرح قضية إرث. حكى له أن والدته ورثت عمارة سكنية في مونبولي عن والدتها، وإنه لم يكتشف ذلك إلا مؤخرا حين كان يقلب في الوثائق التي تعود إلى والدته. قال إنه يظن أنها هي أيضا لم تكن تعلم فيما يبدو. أضاف أنه لما مضى إلى من يستغل تلك العمارة ذات الأربعة طوابق ويجني ريع كرائها، أنكر أن تكون مما ينبغي أن يؤول إلى والدته. كان الرجل يحمل ملفا به نسخ من وثائق كثيرة، وقد تسلمه منه الكبير ووعد بدراسته في أقرب وقت. تواعد على اللقاء بعد أسبوع. في تلك اللحظة لم ينتبه الكبير إلى الاسم العائلي للرجل ميشيل باكي، ولكنه لما انكب على الملف وجده يتعلق بالمدام مارغريتا، تلك التي يذكر أنها شجعته على الدراسة. قرر ألا يفاتح زبونه الجديد في الموضوع، رفع عنه وتابع الملف إلى أن صدر الحكم النهائي وقد كسب القضية. يوم زاره ميشيل باكي لتسلم نسخة الحكم أبلغه بأنه دافع على ذلك الملف كما لو كان ملفا شخصيا له. حكى له أن جده ثم والده ووالدته كانوا في خدمة عائلة باكي في ضيعتها في طريق سيدي علال البحراوي. في مقهى يطل على شارع الكولونيل عميروش في برج الكيفان بالجزائر، لم يعد يستوقف أدنى اهتمام مشهد ذاك الرجل الستيني الذي يقتعد كرسيا في زاوية المقهى، يطلب شايا ويجلس يطالع صحفا بعضها يعود إلى أيام خلت، يجلس وحيدا لا يلقي إليه بالسلام أحد، والظاهر أنه هو نفسه اعتاد على ذلك فلا يسلم ولا يرد سلاما. يمضي في المقهى معظم وقته ممسكا بصحيفة منهمكا في قراءة كل صفحاتها. مع مرور الوقت لم يعد أحد يذكر له اسما، بل إن الذين يزعمون أنهم يعرفون قصته يبدون حرصا على عدم التفوه أمامه بما قد يعتبر نقدا للنظام أو لسياسة الحكومة، ولعلهم يتعمدون ذلك. وقد قيل إنه أذن للمخابرات تم زرعه في ذلك المقهى ينقل إلى الجهات التي يعمل لها تقارير عما يروج من حديث بغاية رصد الوجهة التي تأخذها اهتمامات الناس. في تلك الفترة التي سبقت بقليل ما يسمى العشرية السوداء في الجزائر، كانت تلك المزاعم تجد لها بعضا من سند في المناخ العام الموسوم بتوتر غير معهود منذ حرب التحرير. الأكثر تصديقا لما يقال عن الرجل
الذين يعرفون ماضيه أو بعضا من ماضي ذاك الواجم أبدا، كذلك يبدو لمن ينظر جهته من باب المقهى. مع ذلك فإن من تسعفه اللحظة لينظر عن كثب إلى تقاسيم وجهه بعد أن تتجرد عيناه من نظاراته ذات الإطار الأسود، سيكتشف تعبيرا يشبه ابتسامة متكلفة متصنعة لا تنتهي، وكأن الرجل يضع قناعا. الذين يعرفون ماضيه يقولون إنه ينحدر من درع بن خدة، وإنما جاء به إلى برج الكيفان تنقيل تأديبي اتخذته في حقه مديرية الشرطة. يقول ميمون بوحديدة الذي كان زميلا له في سلك الشرطة إن الرجل واسمه البشير الخداوي كان حارس أمن في العاصمة، وتم تنقيله تأديبيا لأنه ضبط يتسلم رشوة من أحدهم دهس رجلا بسيارته وأراد أن يهرب. يضيف ميمون بوحديدة الذي يقترب به العمر من 70 عاما إمعانا في التفصيل أن الخداوي أوقف بعد أن تجمع المارة الذين طوقوه ومعه سائق السيارة التي دهست رجلا وسط العاصمة. توقع كثيرون وقتها أن يفصل البشير الخداوي من عمله، ولكنه توارى عن الأنظار، وما لبث الذين كانوا يتعاملون معه أن نسوه ونسوا قصته، كانوا يتحدثون عن فضيحة. ينفي ميمون بوحديدة الذي يزعم أنه يعرف الكثير عن هذا الرجل أن يكون فيما مضى من أصدقائه أو ممن كانوا يتعاملون معه. يقول الذين سمعوه يتحدث عنه مرات عديدة إن بوحديدة ينطق بما لا يعلم، وما يفعل ذلك إلا حبا في اجتذاب اهتمام رواد المقهى، بل إن منهم من يشكك في أن يكون عمل في أسلاك الشرطة، ولذلك جاءهم ذات مرة ببطاقاته المهنية القديمة ليخرس وللأبد تلك الأفواه التي كانت لا تتردد في التشكيك في ماضيه. الذي تحاشى ميمون بوحديدة الخوض فيه من قريب أو بعيد أن البشير الخداوي ما أن وضع رجله في برج الكيفان حتى بدأ في رسم معالم مستقبله المهني، الإجراء التأديبي الذي اتخذ ضده والأسابيع التي أمضاها موقوفا عن العمل مما دفعه إلى التفكير بعمق في مسار مهني يجوب ما فات منه ويلغيه ويمحوه دون أن يترك منه أثرا. في مرحلة أولى أدخل مكتبا في أحد مراكز الشرطة حيث كلف بتلقي شكاوي المواطنين، وكذلك تمكن من الاطلاع على منازعات كثيرة بين عائلات بأكملها أو بين أفراد من سكان المنطقة التي تتبع لنفوذ المركز الذي يعمل فيه، بل إنه مع مرور الوقت صار ملما بأسرار حقيقية تحجبها تفاصيل المنازعات والصراعات الخفية والمعلنة، وكثيرا ما جاءه أحدهم بأخبار لم يطلبها ليتضح سريعا أنها مفاتيح لألغاز محيرة أو تكملة لملف ما. في عمله ذاك كان البشير يكسب من الأعداء الكثير، أما ما كان يدعيه له البعض من صداقات فكان يعلم أنها ليست سوى نفاق ورياء. ما كان يهمه حقا أن يرضى عنه رؤساؤه وأن يرتقي الدرجات، وقد كان له ذلك. لم يتزوج البشير الخداوي، ومع أن الأمر ما ينبغي أن يعني أحدا سواه، فإن رواد ذاك المقهى المطل على شارع الكولونيل عميروش ذهبوا في تأويل ذلك مذاهب شتى، وعاد حارس الأمن المتقاعد ميمون بوحديدة ليزعم أن الخداوي لما كان في العاصمة كان مرتبطا بفتاة وإنه خطبها من أهلها، وكان على وشك إقامة حفل الزفاف لما تم تنقيله إلى برج الكيفان. ما كان يثير الاستغراب أن أيا من هؤلاء الذين يدعون معرفة بالرجل لم يأتي يوما على ذكر عائلته، لعل ما يشد اهتمامهم إليه خشيتهم من أن يكون كما يروج له البعض أذن المخابرات في ذاك المقهى وعينها على شارع الكولونيل عميروش. يغادر البشير الخداوي المقهى كما يدخلها في مواعيد معلومة ومحددة كمواعيد ومواقيت الإدارات. حين يأتي يطلب من النادي لقهوته ولا يزيد على ذلك، يمضي إلى ذلك الركن الذي تعود على الجلوس فيه حاملا صحيفة أو مجلة وعصاه الأنيقة. هي أيامه تتوالى في رتابة ربما كانت مملة،
ولكن الرجل الواجم أبدا لم يشك مللا ولا أبدى ضجرا مما هو فيه، وذاك ما كان يزيد في حيرة الفضوليين من حوله. ذات يوم صيفي حار من يوليوز من العام 89 900 ألف، في مشهد غير مألوف، رؤي البشير برفقة رجل لم يسبق لأحد أن رآه في ذاك المقهى. كان يتبادلان الحديث همسا، حتى النادل وهو يضع على طاولتهما فنجان قهوة الخداوي والشاي الذي طلبه جليسه لم يتمكن من التقاط ولو كلمة واحدة تشفي بعضا من فضوله، بل إنهما أفهما أنهما لا يريدان أن يسمع أحد ما يدور بينهما، وأمسك عن الكلام حين افتعل النادل عذر إتيانهما بكوبي ماء. بعد ذلك اليوم ولعدة أيام لم يأتي الخداوي رجل الأمن المتقاعد إلى المقهى، لم يسأل عنه أحد، ولولا ما يتملك ميمون بوحديدة ورفاقه من فضول لما انتبه أحد إلى غيابه. قال أحدهم إن مهمته في مقهى شارع الكولونيل عميروش انتهت، ومضى آخر إلى أنه قد يكون نقل إلى مقهى آخر أو مدينة أخرى. تتالت الأيام متشابهة، وصار أمر الخداوي إلى نسيان، وانهمك أفراد المجموعة في لعبة الأوراق يجرون منها كل مساء جولات ومباريات، وعادت أصوات المنتصرين منهم لتعلو مستنفرة النادل الذي يسرع نحوهم ليشارك الغالبين فرحتهم. مر الآن شهر أو ما يقرب من الشهر على المرة الأخيرة التي شهد فيها البشير الخداوي في المقهى، وذات صباح جاء ميمون يحمل صحيفة محلية. ما أن أخذ مكانه عند الطاولة التي اعتاد الجلوس عندها حتى لحق به الهادي المتقاعد من بلدية برج الكيفان. كان رجلا قصير القامة في وجهه المستدير لحية ابيضت، يعلم أن بوحديدة لا يتصفح جريدة إلا حين يتناهى إليه أن بها خبرا مهما. صباح ذلك اليوم كان الخبر المثير للاهتمام خبر بحث عن متغيب، المتغيب المبحوث عنه اسمه البشير الخداوي. يقول الخبر إن الخداوي الموظف السابق بأسلاك الشرطة اختفى منذ شهر. ما لفت انتباه بوحديدة أن من أبلغ عن اختفائه امرأة، قال الخبر إنها زوجته. أسفل المربع الذي تضمن الخبر رقم هاتف. عاد موضوع البشير الخداوي ليشغل اهتمام مجموعة مقهى شارع الكولونيل عميروش. ذكر أحدهم ميمون بوحديدة بما قاله عن فشل محاولة زواج للخداوي بعد تنقيله من العاصمة إلى برج الكيفان. سمع أحدهم يقول له إنك مخبر فاشل، ويتبع كلامه بضحكة استرسلت وتحولت إلى نوبة سعال. لم يرد ميمون ولم يبد انزعاجا لما قاله ذاك الذي كاد يختنق. قال الهادي في المرة الأخيرة التي رأيناه لم يكن بمفرده، هل تذكرون جليسه يومئذ؟ مساء ذلك اليوم حين اكتملت المجموعة لم يكن من موضوع للنقاش غير خبر اختفاء الخداوي. كانت التعاليق كلها تستحضر تلك السنوات التي أمضاها في شرطة برج الكيفان، منتقلا من مكتب الشكايات إلى شرطة المرور وانتهاء بالشرطة القضائية، ثم انتهى الحديث إلى تلك التي زعمت أنها زوجته. قال الهادي إنه ليس أمام من يرغب في معرفة حقيقة الأمر إلا الاتصال بذلك الرقم الهاتفي المنشور أسفل الإعلان عن اختفاء البشير الخداوي. لحظتها لم يتطوع أحد من المجموعة للاتصال. في اليوم التالي جاء إلى المقهى من يسأل عن المرة الأخيرة التي شهد فيها. لم يختلف رد النادل ورد ميمون بوحديدة أو الهادي، كلهم أجمعوا على أنه شهد في المرة الأخيرة برفقة شخص غير معروف لم يسبق لأحد أن رآه. أضاف النادل أنهما كانا يتحدثان في موضوع هام وكانا حريصين على أن لا يسمعهما أحد. بعد ذلك لم يسأل أحد عن الخداوي، ومرة أخرى مال أمره إلى نسيان. خارج ذلك المقهى لا يهتم الناس بمآل رجل كثيرا ما اتهم بالشطط في استعمال السلطة. تركز التحقيق في اختفائه على الأوساط التي ظلت تحتفظ له بعداوة ما.
ثم ذات صباح من أكتوبر من العام 89 اكتشف مكبل اليدين والرجلين في زنقة الأخ مدور. كان في حالة سيئة، لا يستطيع الكلام ولا الحركة. اكتشفه مارة صدفة، نقل إلى المستشفى بعد 4 أيام قضاها رهن العناية المركزة. تكلم بصوت لا يكاد يسمع، ذكر اسم التايب، بعدها لم يقل شيئا، ثم فارق الحياة بعد 3 ليال. لم يمشي أحد وراء نعشه، حمل من المستشفى إلى المقبرة حيث ووري ثرى. لاحقا اكتشف ميمون بوحديدة في صفحات جريدة محلية معلومات عن التحقيق في خطف البشير الخداوي. لم يكن التايب سوى ذاك الشخص الذي شوهد برفقته للمرة الأخيرة في مقهى شارع الكولونيل عميروش. تقول المعلومات إن الرجل المقيم في فرنسا والذي نشرت الصحيفة صورته كان قد منح توكيلا للخداوي لإتمام إجراءات إدارية تخص عقارات اشتراها في برج الكيفان وفي الحراش، ثم اكتشف أن الرجل خان الأمانة وباع أغلب تلك العقارات. قال للمحققين إنه لم يجد من سبيل لاسترجاع ممتلكاته إلا بخطف الخداوي. أضاف أنه لم يخل سبيله إلا بعد أن أخذ منه كل ما كان لديه من أموال، كانت مبالغ خرافية، كدسها في صناديق من حديد، دفنها في منزل يطل على البحر. إبراهيم تادو شاب من النيجر، يقول إنه يبلغ من العمر 23 عاما، وإنه ينحدر من بلدة زندر في جنوب النيجر. في ظل شاحنة مغبرة في موقف للسيارات في أطراف تامنراست في الجنوب الجزائري، يتحدث الشاب إلى شخصين ملثمين. يحكي إبراهيم للرجلين بصدق لا يخفى كيف وصل إلى تامنراست. لم يكن بمفرده، بل كان واحدا من عدة عشرات من الأفارقة من الشبان والكهول والنساء اللواتي منهن حوامل، قدموا من نيجيريا ومن النيجر يسعون وراء حلم يرونه هناك وراء البحر المتوسط في أوروبا. ذكر إبراهيم أنه كان يتعاطى التجارة في زندر، ولكن حلمه كان أكبر من تجارته البسيطة تلك، وعجل برحيله أن والده سعى إلى تزويجه ليضمن بقاءه في زندر. كثيرون أمثاله كانت أحلامهم أكبر من واقع يرونه مريرا. كلفته الرحلة الكثير مما تمكن من ادخاره من فرنكات منذ أن بدأ يفكر في الرحيل والهجرة إلى الشمال، وكان يحسب أنه الوحيد الذي يفكر في الخروج من زندر، كذلك كان يظن. وحتى لا يوقظ انتباه والده، لم يطلع أحدا من أفراد أسرته على مشروعه. كان قد لاحظ قبل فترة أن شاحنات تأتي من نيجيريا وربما من بلدان أخرى تمكث أياما في زندر. في البدء حسبها شاحنات لنقل البضائع، وما لبث أن علم من أحدهم أن تلك الشاحنات تحمل أيضا إلى الجزائر من يرغب في الهجرة إلى أوروبا. وكذلك اقترب إبراهيم من واحدة من تلك الشاحنات. كان السائق يجلس وراء المقود يغالب النوم. تسلق الشاب حتى صار يسمع تنفسه، حركه فأفاق فزعا إذ انفتحت عيناه على وجه إبراهيم. قال له بعد أن هدأ قليلا: لو فعلت هذا ليلا لتلقيت ضربة على رأسك، ما أظنك تستفيق منها. ثم رفع هراوة كانت فيما يبدو في متناول يده. كان الملثمان يستمعان إلى إبراهيم، اللثامان يحولان دون تبين تعابير وجهيهما. يعلم الشاب النيجيري أن قصته تلك لا تهمهما بقدر ما يهمهما ما سيدفعه لقاء حمله مع آخرين إلى ورقلة. لم يستعجله التفاوض على الثمن الذي سيدفعه. مضى أحدهما إلى خيمة قريبة وجاء بثلاثة كؤوس ملئت شايا، ناوله أحدها. بعد رشفتين قال أحد الملثمين: كم ستدفع لنا لحملك إلى ورقلة؟ كم تطلبان لقاء ذلك؟ نطق الآخر الذي لم يكن قد تكلم بعد: 1000 فرنك. ضحك الذي بدأ معه التفاوض ثم قال: 1000 دولار.
كان إبراهيم يهم برشفة جديدة من كأس الشاي. $1000؟ هل ستحملان على متن طائرة؟ وحتى يجعل لكلامه إيقاع مزحة أتبعه بضحكة. ضحك الملثمان وقال أحدهما: إن الطائرة ستحط قريبا، واسترسل في الضحك. ثم عادت الأجواء إلى سابق جديتها. عرض إبراهيم على الملثمين $300، ولكنهما لم يقبلا وهم بالنهوض وتركه. أمسك بثوب أحدهما وقال: سأزيد $50، فإما أن تقبل وإما هو فراق بيننا. نظر الملثمان بعضهما إلى بعض، وجاء أحدهما بكفه الكبير وضرب به على كف الشاب النيجيري وهو يقول: اتفقنا. يعلم إبراهيم يقينا الآن أنه سيكون عليه أن يتدبر أمره بعد الوصول إلى ورقلة. ما لديه من مال لن يكفي للوصول إلى الشمال من حيث ترى مياه البحر المتوسط. مضى ما يقرب من الشهر الآن على رحيله فجرا من بلدته زندر. ترك رسالة وداع كتب فيها اعتذاره لوالدته ووالده وإخوته، طمأنهم بأنه ذاهب إلى أوروبا وإنه سيعود إليهم في موعد يأمله قريبا وقد وفر ما يصلح به أحوالهم. يعلم أن رسالته كلام فيه الكثير من العواطف، ويعلم أيضا أنه قد يكون آخر كلامه إلى عائلته. قليلون هم الذين يعودون، وكثيرون هم الذين يبتلعهم البحر قبل أن يبلغوا وجهتهم. حدد فجر اليوم التالي موعدا للانطلاق إلى ورقلة. عليه أن يكون في الانتظار عند الجسر الشرقي الذي يعبر مجرى النهر الجاف الذي يشطر المدينة. عليه أن يدفع نصف المبلغ المتفق عليه، حتى إذا ما انتهت الرحلة إلى ورقلة دفع الباقي. لم يكن لدى الشاب النيجيري ما يجعله يتأخر. لا يعرف أحدا في تمرست، ولا هو يريد المقام بها. قصد إلى المكان المعلوم في بطن الليل. اعتقد أنه سيكون وحيدا في انتظار الشاحنة التي ستحمله، ولكنه فوجئ بنحو 20 شخصا ينتظرون عند الجسر، وقد وضع كل منهم متاعا أمامه. انضم إليهم. كانوا مجموعات من 2 أو 3 يتجاذبون الحديث بالسواحلية وبفرنسية إفريقية. جلهم يتحدثون عن أوروبا وعن ورقلة. قلة هم الذين سمعهم يتحدثون عن بلدانهم. من بعيد سمع المؤذن ينادي لصلاة الصبح. لن تتأخر الشاحنة في الوصول. يغشى المكان برد لا علاقة له بالحرارة المفرطة التي تهيمن أطراف النهر. مر بهم 2 رجال يسرعون الخطوة إلى المسجد. ثم جاءت الشاحنة. سمع هدير محركها قبل أن تظهر. كانت محملة ببضائع. توقفت ونزل منها رجل ملثم. تقدم نحو المنتظرين وقال بلهجة سواحلية: تريدون إلى ورقلة؟ صدرت أصوات لم تستوقف الملثم طويلا. دعاهم إلى الركوب بعد أن يدفع كل منهم نصف ثمن الرحلة المتفق عليه. على كل واحد منهم أن يتسلق ويجد له مكانا فوق تلك البضائع التي يغطيها شراع ذو لون قاتم. تقدم إبراهيم مثلهم وتسلق، ثم انطلقت الشاحنة. لما بلغت الشمس كبد السماء اكتشف إبراهيم أن رحلته من تمرست إلى ورقلة لن تكون بالأهون من رحلته الأولى من بلدته زندر إلى الحدود الجزائرية. ارتفعت الحرارة. هي ساعات طوال ستلفحهم أشعة شمس الصحراء. تعطلت الشاحنة 2 واستغرقت الرحلة إلى ورقلة 3 أيام. كان يتساءل وهو ينزل من الشاحنة ويدفع ما بقي من ثمن الرحلة عما إذا كان سيستطيع توفير ما يمكنه من بلوغ الشمال. تنحى جانبا وأخرج ما كان قد بقي لديه من مال $600. قال وهو يكلم نفسه إن عليه ألا ينفق منها دولارا واحدا. وقف حيثه بينما تفرق الذين جاءت بهم الشاحنة. نظر في كل الاتجاهات. قال إنه سيبحث عن الأسواق، فيها سيتسول ما يقتات به، وسيبحث عن المساجد، فيها سيمضي الليل. بدت له المدينة كبيرة، أكبر من بلدته زندر أضعافا عديدة. مشى في شارع قاده إلى بناية سرعان ما اكتشف أنها ملعب لكرة القدم.
أبوابه موصدة. وبينما هو يبتعد لحقت به سيارة للشرطة لم ينتبه إليها إلا حين نزل منها رجل أمن وجاء نحوه يسرعان. تذكر ما قاله ذات مرة سائق الشاحنة وهم في الطريق من تمرست إلى ورقلة، قال إن الشرطة إن أمسكت بأي واحد من المهاجرين فستدفع به مباشرة إلى الحدود. هي مسألة حياة أو موت. أطلق إبراهيم ساقيه للريح، تبعه الشرطيان ولم يدركاه. عاد إلى سيارتهما يلهثان بينما دخل زقاقا. هي بداية صعبة. عليه أن يرحل عن ورقلة، ولكي يفعل عليه أن يجد من يدله على مهربين للمهاجرين. كان قد سمع من عدد ممن كانوا على متن الشاحنة أن في ورقلة من يقوم بنقل المهاجرين إلى الشمال. مشى في كل الاتجاهات، وكلما لمح سيارة للشرطة هرب. بعد أن أمضى في ورقلة ما يقرب من أسبوعين صارت لديه صورة شبه متكاملة عن المدينة. وقد اكتشف عن طريق الصدفة تاجر تمور في وسط المدينة يمزج نشاطه التجاري بتهريب المهاجرين. كان إبراهيم قد وقف عند دكانه يريد أن يشتري بعض التمر، وسريعا اكتشف التاجر أن الشاب من المهاجرين الذين يحلمون بأوروبا. سلمه ما طلبه من تمر، اقترب منه وسأله همسا: هل تريد الهجرة إلى أوروبا؟ ذهل إبراهيم ثم انتابته حيرة. هل يقول للرجل إنه يبحث عمن يبلغه إلى الشمال أم ينفي؟ هي فرصته، كذلك كانت تتنازعه الأفكار. عاود التاجر سؤاله: ألم تفهمني؟ فهمتك سيدي، نعم أريد أن أرحل إلى الشمال. نظر إليه التاجر ثم دعاه إلى الدخول. في غرفة خلف الدكان بساط قديم على الأرض جلس الرجلان. مهد التاجر للموضوع بأن سأل إبراهيم عن بلده، ولما قال له إنه من النيجر عقب قائلا: نحن جيران إذن. حكى إبراهيم جزءا من قصة رحيله عن بلدته زندر. كان التاجر يسمع في غير مهتمام، ثم في لحظة لم يتوقعها حك الرجل إحدى أذنيه وقال له: إذا أردت السفر إلى الشمال لدي من يوصلك إلى وهران. نعم أريد، بكم؟ هل لديك الدينار أم الدولار؟ لدي دولارات، التمعت عينا تاجر التمر. سيكلفك السفر 300 دولار. هذا كثير، سأدفع 200. تظاهر التاجر بأنه يفكر: لأجلك فقط سأقبل، ولكن لدي شرط، أن تدفع الثمن مقدما. الرحلة ستنطلق بعد يومين. لم يخامر إبراهيم أدنى شك في أن الرجل الذي اكتسح الشيب جانبي رأسه ولحيته جدير بالثقة. أدخل يده في جيبه وأخرج حافظة أوراق، استل منها ورقتين من فئة 100 دولار وسلمهما تاجر التمور الذي صافحه بحرارة فيها غير قليل من مبالغة. في اليوم المعلوم جاء إبراهيم إلى الدكان فوجده مغلقا، وقد ظن أن بائع التمر ذهب لقضاء أغراض له وأنه لن يلبث أن يظهر. مضى في جولة في الأزقة المجاورة، عاد بعد ساعة، الدكان مغلق، وقد لاحظ أن 5 أو 6 أشخاص من الأفارقة كانوا ينتظرونه. تردد قليلا ثم اقترب منهم. لما سألهم قالوا له إنهم ينتظرون بائع التمور الذي اتفق معهم على تنظيم سفر آمن لهم إلى وهران. علم منهم أنهم دفعوا مقدما ثمن السفر كما دفعه. على مدى 3 أيام ظل أولئك الأفارقة يترددون على دكان بائع التمور. وفي اليوم الثالث جاءت سيارتان للشرطة. تفرق 5 يجرون في كل الاتجاهات. أمسك بثلاثة منهم، كان إبراهيم أحدهم. أمضى رهن الاعتقال أكثر من 20 يوما، ثم جرى ترحيله إلى تمرست ومنها إلى الحدود مع النيجر. فضل البقاء هناك متحينا الفرصة لمعاودة الرحلة.